بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. معلش بنغيب فترات عن حضراتكم، ولكن كل ما بنرجع الحقيقة بيبقى عندنا موضوعات كتيرة جدا جدا نتكلم فيها النهاردة، أو دايما الموضوع اللي هنتكلم عنه خلال هذه الفترة أو الفترة القادمة، لأنه موضوع مهم جدا جدا وموضوع حساس جدا جدا، التحكيم المصري. أول موضوع هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع التحكيم المصري. ماذا يحدث في التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت؟ وأنا قلت لحضراتكم قبل المباراة السابقة، قبل مباراة نادي سموحة، إن التحكيم المصري هو النادي الأهلي بيثق فيه لأنه نادي الوطنية. الكل دلوقتي بيتجه أو بيرجع مرة تانية إن هو يقول نفس الكلام اللي إحنا كنا بنقوله لحضراتكم من حوالي أسبوع قبل مباراة نادي سموحة. التحكيم المصري تحكيم كلنا بنثق فيه، كلنا عندنا ثقة كبيرة في مجموعة الحكام المصريين، وبالمناسبة مجموعة الحكام المصريين هم اللي هياخدوا التحكيم، أو هم اللي هياخدوا الدوري العام إلى بر الأمان، أو سيصلوا بالدوري العام إلى بر الأمان. ده شيء مهم جدا ويجب أن يكون الجميع عارف هذا الموضوع. موضوع مهم وموضوع بنتكلم فيه كل مرة وكل أسبوع. خلال الفترة اللي جاية بالكامل هنتكلم عن هذا الموضوع. ليه؟ ليه هنتكلم عنه مرة تانية وهنقول لحضراتكم إن إحنا بنثق ثقة شديدة جدا في التحكيم المصري؟ لأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية، هو النادي اللي دايما بيقف خلف أي منتج مصري، أنا بسميها منتج يعني، أو أي حاجة مصرية. الحقيقة النادي الأهلي دايما بيقف خلفها. ليه أنا بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لأنه الجميع المنافسين للنادي الأهلي والمتنافسين في الدوري العام المصري، سواء على الهبوط أو في وسط الجدول على المراكز الثالث والرابع والخامس والكلام ده كله، الكل بيشتكي من الحكام، الكل بيضغط على الحكام، كل المنافسين بيضغط على الحكام، كل المنافسين. خليني أكلم مع حضراتكم عن منافسي النادي الأهلي وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك بيضغط بكل الطرق على التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة، من حقه بالمناسبة، هو حر، ما عندناش أي مشكلة في هذا الكلام، ولكن احنا برضو لازم نقول قد ايه احنا بنثق في الحكام. على الرغم من ايه؟ على الرغم من الاخطاء والاخطاء الكبيره والكثيره خلال الفتره الاخيره اللي كانت بتخلي النادي الاهلي يا اما يفقد نقاط يا اما يفقد دوري. دوري هو متعود دايما ياخده، متعود بعرقه وبلعب لاعبيه وبجهازه الفني وتفكير جهازه الفني ياخده دائما. لكنها في النهايه هي منظومه كبيره ومنظومه شامله وكامله لكل شيء. التحكيم عنصر اساسي في مصر. اللي انا عايز اقوله او اللي انا بتكلمه مع حضراتكم ده لانه بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه، عندنا مباراه امبي ضد نادي الاهلي، او نادي الاهلي ضد نادي امبي. مباراه مهمه جدا سواء للنادي الاهلي او لنادي امبي. كل اللي احنا بنطلبه دائما هو العداله، لا نطلب شيء اخر بالمناسبه، ان يكون هناك حكم على قدر هذه المباراه. نادي امبي عايز يكسب النادي الاهلي عشان ياخد 3 نقاط ويبقى بيبعد عن منطقه الهبوط. النادي الاهلي عايز يكسب هذه المباراه عشان يواصل ويبتعد بالصداره اكتر واكتر، وبالتالي يجب ان يكون هناك تحكيم كفء لهذه المباراه. الكل بيضغط على الحكام الفتره اللي فاتت، وخصوصا الحكام المصريين، عشان عارفين ان الحكام المصريين هييجوا يحكموا للنادي الاهلي في المباريات القادمه. زي ما النادي الاهلي اقر وقال، قال ان انا مش هلعب دائما بالحكام المصريين الا في ظروف معينه معروفه ايه هي. فثقتنا الكبيره في حكامنا المصريين هي ثقه كبيره جدا جدا، على الرغم من الاخطاء. بنوري لحضراتكم دائما الاخطاء اللي بتبقى دايما موجوده واللي هتفضل موجودة بالمناسبة، ولكن احنا عايزين نقللها على قد ما نقدر. عايزين الحكم يركز سواء للنادي الاهلي او لنادي امبي. بالمناسبة انا لا اتكلم عن حكم يجي يحكم للنادي الاهلي، لان ده ما بيحصلش. كل الكلام اللي كان بيتقال ال4 5 ايام اللي فاتوا وهضحكوا النهاردة، هعرفكوا قد ايه ان في ناس ما بتعملش حاجة في حياتها غير اثارة الجمهور فقط. حاجات يعني ما بتعملش حاجة في حياتها غير إثارة الجمهور. هقول لكم إزاي، لكن معاكم عن هذا الموضوع. لكن النادي الأهلي مش عايز يفقد نقاط، نادي إمبي عايز يكسب بكرة مباراته أمام النادي الأهلي، وبالتالي مباراة مهمة، مباراة صعبة، تحتاج إلى طاقم تحكيم دولي قوي جدا ومركز جدا جدا جدا. لا يتأثر بالضغوط،
لا يتأثر بأن حد يطلع يتكلم عليه في التليفونات، لا يتأثر. بالمناسبة احنا ممكن نجيب لحضراتكم الساعتين اللي جايين، انا عندي حلقة ساعتين مثلا، الساعتين اللي جايين انا ممكن خلال الساعتين اللي جايين اوري لحضراتكم اخطاء وكمية اخطاء بتحصل، سواء لصالح النادي الاهلي يعني اللي هي ضد النادي الاهلي، وفي نفس الوقت لصالح الأندية المنافسة لينا. ممكن اقعد ساعتين اجيب لكم الحاجات دي، لكن احنا هنا مش متعودين على كده يا جماعه. احنا متعودين دايما ان احنا نتكلم مع حضراتكم وعلى قد الموضوع بنوري لحضراتكم الاخطاء والامور اللي بنمشي بيها. وريتها لكم الاسبوع اللي فات وقلت لكم قد ايه النادي الاهلي خسر دوري 2015 بسبب اخطاء تحكيميه، ولكن يعود مجلس اداره النادي الاهلي وبيقول احنا هنقف خلف التحكيم المصري، لان احنا نادي الوطنيه، النادي اللي هيفضل واقف خلف كل منتج مصري، وهو ده الاتجاه الدولة خلال هذه الفترة. اللي بيعمل غير كده هو اللي هو حر، اللي بيعمل غير كده هو حر، ملناش علاقة، احنا لينا علاقة بالنادي الاهلي فقط. لكن كمان بتطلعوا تضغطوا على حكام اللي عايزين يحكموا النادي الاهلي او اللي بيحكموا للنادي الاهلي، وبتحسسوهم ان هم غلطانين، وبتحسسوهم ان هم وحشين، وبتجيبوا لهم اخطاء سابقة. بالمناسبة ممكن اجيب اخطاء كتيرة جدا لناس حكمت للأندية المنافسة واستفادت، واستفادة مباشرة، بس أنا مش هعمل كده. أنا مش هعمل كده. أنا بس بقول لحضراتكم ماذا يحدث. أنتوا عارفين إحنا هنا دايماً لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بالورقة والقلم والفيديوهات، بس أنا مش هعمل كده لأنه أخطاء كتيرة جداً لما قعدنا أنا وفريق الإعداد بنتكلم في الموضوع ده وشفنا قد إيه كمية الأخطاء اللي استفاد منها المنافسين للنادي الأهلي في الدوري ده، الدوري ده كمان. ها؟ لان الموضوع يعني مش محتاج ان احنا نقعد نوري لحضراتكم، لان انتوا كلكم الحقيقه شيرتوا الكلام ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي ارجو من لجنه التحكيم، لجنه الحكام في مصر بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح، ان هم ياخدوا بالهم من المباريات القادمه، وياخدوا بالهم مش مباريات الاهلي فقط، طبعا مباراه النادي الاهلي وانبي بالنسبه لنا هي الاهم، ولكن في مباريات اخرى كتيره جدا تحدد من سيكون في الدوري ومن هيبقى بره الدوري او هينزل الدرجه الثانيه. ولازم يا كابتن عصام خلال الفتره اللي جايه يبقى في تخفيف الضغط على الحكام. الحكم بينزل ماتش اهلي او غير اهلي او منافس للاهلي نادي الزمالك مثلا، كميه ضغط غير طبيعيه عليه. كميه ضغط ما فيش حاجه بتحصل غير ان هو بيتشتم بس، مفيش حاجه ثانيه. لكن احنا بنقول ان احنا دائما ورا الحكام المصريين، وبندعم الحكام المصريين، هما مش اقل من بيني وبينكم. لما قعدت اتفرجت على بعض الاطقم اللي بتيجي هنا في الحكام للحكام الاجانب قلت يا نهار ابيض، ده انا امسك ايد حكم كل حكم مصري وابوس ايده. حاجه كده يعني اقول لك ايه؟ اقول لكم ايه؟ يعني مش ممكن. ده ألف بيه التحكيم ما كانش موجود في بعض الأطقم اللي جت. وأنا بالمناسبة أنا لا ألوم على الكابتن عصام، هو حر، لكن أنا بتكلم عموما كده وأنا قاعد كمتفرج أو كمتابع وقاعد بتفرج على الحكام الأجانب اللي بتيجي، بقول والله الحكام المصريين بتوعنا دول على ده شابوه، على كمية الضغوطات وعلى كمية اللي بيحصل خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا بعد مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة. طيب المهم يعني ان احنا عايزين ان الحكام خلال الفترة اللي جاية او مباراة غدا ان شاء الله، بالنسبة لنا مباراة الاهلي وامبي، هنا احنا في قناة الاهلي انا بتكلم بشكل عام وبعدين بخصص مباراة الاهلي وامبي، احنا عايزين حكم عادل يتحمل الضغوطات اللي موجودة. وانت يا كابتن عصام لازم يكون ليك دور في ان هم يشيلوا الضغوطات، تشيل الضغوطات اللي موجودة على الحكام دي، كل واحد يطلع يشتم ويتكلم ويقول ويعمل، مش كده؟ ده أولا. ثانيا الحقيقة بعد مباراة النادي الأهلي وسموحة، بعد مباراة سموحة جبنا لحضراتكم فيديو هنا في ملعب الأهلي ويمكن انفردنا بيه بعد المباراة مباشرة، لأن أنا عارف الكلام اللي هيتقال، ويمكن قلت لحضراتكم وحذرت الكلام ده من 10 أيام، قلت لكم خلي بالكم الأيام اللي جاية لما النادي الأهلي يكسب مبارياته القادمة هتلاقوا تخبيط من كل الجهات، هتلاقوا تخبيط من كل الجهات وفي كل ما يتعلق في النادي الاهلي. انا دلوقتي هجيب لكم حاجه في فريق الكوره، وهجيب لكم حاجه
في مجلس الإدارة، وهتكلم معاكم في أمور كثيرة خلال الشوية اللي جايين دول. أولا خليني أبدأ بفريق الكورة. المباراة اللي فاتت مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة، النادي الأهلي فاز على نادي سموحة في الدقيقة 98، وشرحت لحضراتكم قد إيه إن أمين عمر، كابتن أمين عمر الحكم الدولي في هذه المباراة، كان أمينا في احتسابه للوقت البديل للبدل الضائع. ولكن بعد نهاية الاستوديو، وبعد كان هناك بعض مش عارف أسميهم إيه، الأميين، جهلاء، بعض الجهلاء، وبالمناسبة أنا كنت من هؤلاء الجهلاء، وأنا بعترف على الهواء مباشرة أهو. عارفين ليه؟ لأن أنا لما لقيت الناس كلها عمالة تقول لك أصل إحنا مش كرة سلة وهنفضل نحسب دقيقة بدقيقة وكذا وكذا وكذا، بيني وبينكو قعدت كده فكرت، طيب إيه اللي حصل؟ قعدت فكرت كده قلت ماشي، لو إحنا مش كرة سلة طب إيه الصح؟ وبالتالي ذهبت مباشرة، يعني اجتهدنا شوية، يعني يمكن إحنا ما كناش فاهمين قوي في قانون الكرة القدم خلال الفترة اللي فاتت، ولكن اجتهدت في الثلاث أربع أيام دول أنا ومجموعة الإعداد اللي معايا بالكامل الحقيقة، علشان نقول لحضراتكم الحقيقة. والحقيقة مش أنا اللي هقولها بالمناسبة، لا، الحقيقة هي ورقة، هي ورقة المادة 7 في قانون كرة القدم. أنا بتكلم مع حضراتكم أهو، مش قاعد انا على مصطبه وعمال اقول ايه اصل ده كره سله احنا مش هنقعد نحسب اصل مش عارف ايه اصل كذا، لا انا مش هقول الكلام ده خالص، ولكن انا برد باللوائح والقوانين اللي بتربط منظومه كره القدم في العالم كله ببعض، والعالم كله ماشي عليها، مش في مصر بس خلي بال حضراتكم، لكن كل الناس بتحترم ما يحدث إلا بعض الناس هنا في مصر. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم، هو ليه لما جينا نتكلم مع حضراتكم الماتش اللي فات أو بعد المباراة السابقة، أنا جبت لحضراتكم لقطة واحدة بس، كانت بعدما رفع الحكم الإضافي إن في 7 دقايق وقت ضايع. هقول لكم ليه، لو عندك الصورة جاهزة يا سمير، طب نزلها. طيب ده طبعا كلام واحنا ترجمناه بالمناسبه، علشان وطبعا كان كابتن سمير عثمان نجمنا وخبرنا التحليلي في التحكيم، هو كان معايا خطوه بخطوه، هو اللي بعت لي هذا الكلام. طيب الماده 7 من قانون كره القدم، ماذا تقول الماده 7 من قانون كره القدم؟ زي ما امام حضراتكم، عن مده المباراه، فترات اللعب، مدة المباراة شوطين متساويان زمن كل منهما 45 دقيقة، الكلام ده كلنا عارفين. 2، اللاعبون لهم حق في فترة راحة ما بين الشوطين لا تزيد عن 15 دقيقة، تمام. يسمح باستراحة قصيرة لتناول المشروبات والتي يجب ألا تزيد، كل ده كلام كويس جدا. طيب، قواعد المسابقة لابد أن تحدد زمن الراحة بين الشوطين ولا يمكن تغييره إلا بموافقة الحكم. طيب، خدوا بالكم بقى من التلات أربع كلمات أو التلات أربع سطور القادمة، لأنها هي دي الأهم. يقوم الحكم بتعويض الوقت الضائع في كل شوط بسبب التبديلات، تقييم إصابة اللاعبين أو نقل اللاعبين المصابين خارج ميدان اللعب في الوقت الضائع، العقوبات الانضباطية، توقف اللعب لتناول المشروبات، التأخير المتعلق بحكم الفيديو المساعد احنا ما عندناش. يقوم الحكم الرابع بإعلان الحد الأدنى للوقت المضاف الذي يقرره الحكم في الدقيقة الأخيرة من نهاية كل شوط. يمكن للحكم أن يزيد الوقت المضاف ولكن لا يمكن تخفيضه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحكم لو قال أنا عملت 7 دقايق وقت ضايع، ما ينفعش يلعب 6 دقايق ونص، لكن ينفع يلعب 10 دقايق. طب إمتى يلعب العشر دقايق دول؟ في 3 حالات بس مكتوبين فوق: التبديلات، تقييم إصابة اللاعبين، يعني بمعنى إذا أصيب لاعب في الملعب وقعد دقيقتين لازم يحسب الدقيقتين هم
لا يجوز للحكم تعويض اي خطا في احتساب وقت الشوط الاول بزياده زمن الشوط الثاني، يعني ده الشوط الاول انتهى يبقى الشوط الثاني كمان انتهى. اذا كان هناك ركله جزاء يتم تنفيذها او اعاده تنفيذها فان زمن الشوط لابد ان يمتد حتى يتم تنفيذ ركله الجزاء، ثم يتم اعاده لعب المباراه الموقوفه ما لم تحدد قواعد المسابقه خلاف ذلك. انا اللي يهمني رقم 3 اللي هو يقوم الحكم بتعويض الوقت الضائع في كل شوط بسبب ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم ثلاث حاجات الحكم مطالب ان هو يحسبهم زي ما هم بالظبط، ما يقدرش يغير فيهم. ما يقدرش يغير فيهم، ما يقدرش يعمل فيهم اي تغيير. يعني لو في لعيب وقع 10 دقائق في الوقت بدل الضائع لازم يحسب ال 10 دقائق. يعني لو هو حسب 7 دقائق واللاعب اسلام الشاطر بيلعب ووقع قعد 10 دقائق مصاب او قعد جوه الملعب 10 دقائق لازم يحسب 10 دقائق اخرى على ال7 دقائق. وده اللي طبقه امين عمر يا جماعه. هو ده اللي طبقه امين عمر، كابتن امين عمر. بالمناسبه ايه كميه الحاجات اللي حصلت والافتراءات والكلام واللي ده عمل كذا والاهلي كسب مش عارف ايه وازاي، ايه يا جماعه؟ طيب نقلب الايه. انا عايز اقلب الايه، لو كان سموحه هو اللي جاب الجون كنت هتقولوا كده؟ ما كانش حد هيتكلم طبعا. كانوا هيطلعوا يقولوا ايه؟ امين عمر ده احسن حكم عالمي، ده لازم يحكم في كاس العالم. بالمناسبه يا جماعه اللي عايز برضه اقوله لحضراتكم ان الاهلي المباراه دي او الوقت اللي اتحسب للنادي الاهلي والنادي سموحه، بدليل ان في اخر كوره لسموحه في المباراه جت في العارضه كانت ممكن تبقى 1-1. يعني الوقت اللي اتحسب ده لم يحتسب للاهلي فقط، ما قالكش لا للاهلي بس، لا للاهلي ولسموحه. فالكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده ماده 7 في قانون كره القدم النقطة رقم 3 إن الحكم مطالب بتعويض الوقت البديل في 3 حالات، التبديلات والإصابات، تقييم الإصابات والعقوبات الانضباطية وتوقف اللعب لتناول المشروبات والفار الـVR. آدي الـ5 حاجات. لازم لو أي حاجة حصلت من إحنا ما عندناش الـVR وما عندناش توقف اللعب لتناول المشروبات، يعني في الـ7 دقايق مش هيعمل كده أو في الوقت المحتسب بدل الضائع مش هيعمل كده، فهيبقى في الـ3 حاجات دول بس. التبديلات وتقييم الإصابة والعقوبات الانضباطية. وده اللي حصل وده اللي طبقه كابتن أمين عمر. مش هكلمكم بقى على قد إيه الوقت الضايع كان قد إيه أثناء الشوط الثاني مثلا لإصابات نادي سموحة مثلا، يعني أنا ما بتكلمش في النقطة دي خالص، أنا بتكلم في الوقت البدل الضائع. الحكم طلع 7 دقائق، وقع أحمد صبحي، جبتها لكم هنا بتايمر، جبتها لكم بتايمر على الشاشة هنا، إن من الدقيقة كذا للدقيقة كذا قعد 1 دقيقة و41 ثانية مصاب، وبالتالي الكابتن أمير عمر مطالب قانونا إن هو يزود 1 دقيقة و41 ثانية. أنا بس حبيت إن أنا زي ما وريت لحضراتكم خلال ملعب الأهلي في المباراة السابقة، على طول بعد المباراة وريت لكم الفيديو وريت لكم، لأن أنا عارف إن ده اللي هيحصل وعارف ان الكلام ده اللي هيحصل. فده مش كلامي بالمناسبه، ده مش كلام اسلام ولا كلام ملعب الاهلي ولا كلام قناه الاهلي، لا 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 لا، ده كلام القانون الدولي لكره القدم اللي العالم كله بيتعامل بيه. فمن فضل حضراتكم نحاول نجتهد شويه، اذا ما كناش عارفين او مش فاهمين، وانا كنت واحد من اللي مش فاهمين، لكن انا اجتهدت شويه، تعبت شويه، يعني قعدت اجري ورا الموضوع عشان اعرف ايه الصح وايه الغلط. هل اللي انا بطلع اقوله لحضراتكم ده كلام في الهوا ولا بطلع اقوله لكم من خلال لوائح وقوانين؟ لكن في ناس غرضها فقط اثاره الفتنه بس، ما بتعملش حاجه ثانيه. الناس توقع كل الانديه في بعض، توقع الحكام في الانديه، بتعمل ضغوطات كبيره على الحكام. لكن أنا بحيي الكابتن أمين عمر هو على الهواء مباشرة بسبب الورقة دي.
الورقة دي عرفتني قد إيه أمين عمر، الكابتن أمين عمر كان رائعا في احتسابه للوقت البدل أو البديل للوقت البدل الضائع للنادي الأهلي وسموحة في المباراة الأخيرة، واللي استطاع النادي الأهلي أن يفوز في الدقيقة 97 وكام وخمسين ثانية، في 58 ثانية في الدقائق الأخيرة. أنا عارف أن الهدف ده بيوجع ناس كتير جدا، أنا لما كنت لو بلعب ودخل فيا هدف في الوقت ده كنت هبقى ميت، كنت هبقى متضايق جدا، ولكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة عرضناها لحضراتكم على الشاشة، ومش كلام إسلام بالمناسبة ولا كلام أي حد، أنا كلمت الخبراء وناس كبار جدا في كرة القدم عشان يقولوا لي هل الكلام ده صح ولا غلط. الكابتن سمير عثمان واحد من أهم وأفضل الحكام، فأنا قلت الكابتن سمير يمكن موجود وكده فبيجامل، رحت لحد تاني وتالت ورابع، كلهم قالوا لي نفس الكلام، قالوا لي إسلام ده قانون، ده قانون. فللأسف الشديد مش عيب ان انت تبقى مش عارف، مش عيب، انا ما كنتش عارف الحقيقة، ما اكدبش على حضراتكم، وقد اكون دماغي راحت شوية للموضوع ان انا ايه موضوع كرة السلة والكلام ده، لكن لقيت نفسي طب ما انا لازم اجتهد وامشي ورا الموضوع واشوف. اجتهدت ومشيت ورا الموضوع وشفت، لقيت ان الموضوع كل الكلام اللي بيتقال ده كلام في الهوى، الغرض منه فقط إثارة الفتنة، إثارة الفتنة والضغط على التحكيم المصري. بس أنا بوري لحضراتكم عشان أوريكم قد إيه يا جماهير النادي الأهلي الناس بتحاول تضحك عليكم، لكن أنا عارف قد إيه أنتوا أذكياء وقد إيه أنتوا تعرفوا مين اللي بيتكلم أي كلام، كلام في الهوى، ومين اللي بيتكلم كلام بالورق وبالقانون وباللوائح. وفي نفس الوقت انا متاكد كويس جدا وعارف كويس جدا قد ايه انتوا عارفين، ومتاكد ان انتوا عارفين كويس جدا قدر فريق النادي الاهلي. وبعدين هي عادته ولا هشتريها؟ ما هو الاهلي هو ملك الدقيقه 90، ملك الدقيقه 90 في افريقيا كلها بالمناسبه مش في مصر بس. لا تامن للنادي الاهلي إلا لما اللعيبة تبقى في الأتوبيس. أنا بس حبيت أوري لحضراتكم إن يا جماعة مش كل الكلام اللي بيتقال هو كلام في الهوى. كل الكلام ماشي. طيب بمناسبة برضو الكلام في الإشاعات والكلام ده كله، بعد مباراة النادي الأهلي وسموحة كلمت الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و الوزير الأسبق للشباب والرياضة. كنت في النادي الحقيقة بعد المباراة وعرفت أن زوجة أخوه كانت تعبانة جدا جدا وراحت يوم المباراة الصبح، يوم المباراة صباحا، إلى العناية المركزة، فكلمته الحقيقة عشان أطمن عليها وأعرف أخباره إيه والدنيا إيه وأخبار الدنيا إيه وعاملة إيه. والحقيقة سألته سؤال مباشر، أو أنت يعني طبعا في مثل هذه الحالات ما ينفعش يجي المباراة. طبعا بعد المباراة فوجئت بفيديوهات وكلام من هنا وكلام من هنا، عدم وجود العمري فاروق في مباراة النادي الأهلي وسموحة بسبب خلافات ما بينه وما بين فلان وحد من مجلس الإدارة ومن ده ومن ده ومن ده. فلما عرفت الموضوع بتاع زوجة أخوه، على فكرة ده موضوع الناس كلها عارفاه ومعروف وواضح، يعني مش بنقوله وخلاص، معروف وواضح، عرفت قد ايه النادي الاهلي بيتعرض لحملات تشويه غير طبيعيه خلال هذه الفتره. الناس عايزه النادي الاهلي يخسر الثلاث مباريات باي طريقه، الناس عايزه، بعض الناس طبعا، بعض الناس عايزه النادي الاهلي يخسر مباريات بكل الطرق، عايزينه يخسر الدوري بكل الطرق. فطبعا لازم يخبط اعضاء مجلس الاداره في بعض، يخبط اللعيبه في بعض، يخبط الجهاز الفني في بعض. تخيلوا حضراتكم وصلت لايه؟ وصلت، معرفش الفيديو ده جاهز ولا مش جاهز، بتاع المصيف بتاع النادي الاهلي يا شباب عندكم جاهز ولا مش جاهز يا سمير؟ طيب لغايه لما يجهزوا الفيديو ده، النادي الاهلي اعلن عن حاجه جميله جدا وحاجه رائعه واتعمل فيها جهد كبير جدا 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 خلال الفتره اللي فاتت، ان هيبقى في مصيف في مارينا
بشاطئ خاص لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فقط. فلما أعلن النادي الأهلي عن الموضوع ده طبعا الناس إيه؟ ما أنا بقول لحضراتكم هي التخبيط في كل الاتجاهات ومن كل الاتجاهات. الناس قالت لك الله ده في نجاح بيحصل أهو، إيه ده؟ هم هيودوا الأعضاء الجمعية العمومية مارينا؟ أنا بس هوريكم أهو ده المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، دي صورة. قال لك الله هو إحنا مجلس الإدارة ده عمل كده فعلا؟ لا تعالوا بقى نخبط فيه شوية. يا جماعة ده بيحصل بجد، بيحصل بجد. المهم خليني احكي لكم القصة واحدة واحدة واحنا بنتفرج على الصور دي، الواحد عايز ينزل البحر ده والله. ماشي، الصور اللي امام حضراتكم دي هي صور لمصيف النادي الاهلي في مارينا في الساحل الشمالي، وده مدخل الفندق وحاجات جميلة جدا هتتفرجوا عليها. وبالمناسبة القرعة بتتعمل دلوقتي او النهاردة كانت الساعة 9. وبالمناسبة وانا بتكلم معاكم عن القرعة، اي واحد بيروح بيشتري استمارة بيشتري الاستمارة دي علشان يحط اسمه واسم الناس اللي هتطلع معاه، فبيدفع 100 جنيه. عارفين قالوا ايه؟ ما هم مش لاقيين بقى. ما هو بصوا حضراتكم المنظر اللي قدامكم ده، ده منظر المصيف بتاع الجمعية العمومية للنادي الاهلي في مارينا، فمش هتقدر تطلع فيه عيب، فلازم اسخن اعضاء الجمعية العمومية باي طريقة. ده الاوتيل غير الشاطئ، خلي بالكم في اوتيل وفي شاطئ، هو بعيد عنه شوية ولكن لا قريب. طيب قريب خاص بالأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فقط، أهو ده الشاطئ اللي أمام حضراتكم. فالمهم بقى لما لقوه مجانا ولقوا الأسعار كويسة ولقوا المنظر اللي أمام حضراتكم ده، عملوا إيه بقى؟ هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا، ده الأوتيل من الداخل خطة ممنهجة لضرب الاستقرار داخل النادي الأهلي خلال هذه الفترة في الصيف القادم، لأن من الواضح واللي حضراتكم شايفينه بالصور اللي حضراتكم شايفينها دي ان هيبقى في مجلس الإدارة شغلته ان هو يعمل حاجة يستفيد منها أعضاء الجمعية العمومية، فمجلس الإدارة اللي موجود بيعمل أفضل حاجة يقدر يعملها، فعمل المصيف اللي حضراتكم شايفينه ده. المهم خليني بس أخش لكم في الموضوع، لأن أنا قعدت أضحك ما صدقتش. فكل واحد بيكتب الاستمارة بيدفع على الاستمارة دي 100 جنيه، خلاص ده طبيعي بيحصل في كل حتة وفي كل الأندية. فلما دفعوا ال 100 جنيه، الناس بقى اللي عمالة تخبط في كل الاتجاهات في النادي الأهلي عملوا ايه؟ قال لك بص لموا من شوف 100 ألف واحد بقى دخلوا العضوية او دخلوا عايزين يروحوا المصيف، لموا من كل واحد فيهم 100 جنيه، في بتاع خدوا 1 مليون ولا 1.5 مليون حطوهم في الخزنة وضحكوا على الناس. انا بقول لكم بمنتهى الصراحه اهو الكلام اللي اتقال، ما يعرفوش ان الموضوع مش كده. الموضوع يا جماعه ان ال 100 جنيه دي حضرتك بتدفعها كعضو في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كاستماره، خلاص القرعه اللي بتقام من شويه او يعني لو جالنا صور وفيديو هنوريه لحضراتكم، فالقرعه دي قالت سين وصاد وعين، سين وصاد وعين دول كذبوا في القرعه، هيقعد 10 ايام في الاسبوع الاول مثلا من شهر 5، خلاص فهيدفع 1000 جنيه مثلا، انا بقول مثلا 1000 جنيه، فال1000 جنيه دي بيتخصم منها ال100 جنيه اللي حضرتك دافعها الاستماره، فبالتالي اللي هيتبقى عليك 900 جنيه مثلا، انا ما اعرفش الارقام كام. تخيلوا حضراتكم، واللي كمان ايه، لا خد بالك هكمل لك، نجح 10000 وفي 90000 او 80000 ما نجحوش، بياخد ال 100 جنيه بتاعته في ساعتها. عيب يا جماعه على النادي الاهلي، مش كده، مش النادي الاهلي اللي يتقال عليه كده ولا يعمل كده، عيب. النادي الاهلي اكبر من الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، ده لو في لعيب في النادي الاهلي وهربطها لكم بالكوره، لو في لعيب في النادي الاهلي مشي وما خدش فلوسه بيتلاقي الكابتن ماهر عبد العزيز بيكلمه او فلان او علان او ترتان، انت ليك مبلغ 100 جنيه 200 جنيه 500000 600000 تعال خده، تقول لي 100 جنيه؟ عيب عليكم، الكلام اللي بيتقال ده عيب. ما هو خلي بالكم هو عايز يعمل ايه؟ اي حد عايز يعمل ايه الفتره دي؟ عايز يخبط،
عايز يفرق، ما هو شايف اعضاء مجلس اداره متلاحمين مع بعض، فيدخل لك موضوع كده ايه تبتدي تسخن عليه. جمعيه عموميه واثقه في مجلس ادارتها، فازاي ازاي بقى الناس ساكته والناس ماشيه بشكل كويس، في بعض هنا بيحصل كذا 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 كذا، ازاي الانشاءات؟ هنتكلم في الامور دي خلال البعث ان شاء الله، ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. فانا رسالتي لحضراتكم لاعضاء الجمعيه العموميه، خلي بالكم من الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه صعبه جدا. وبالمناسبه في 1000 جنيه تامين كمان، ده انا نسيت اقول لكم على ال 1000 جنيه التامين. ال 1000 جنيه التامين دول، طيب لما بدات الناس تتكلم في موضوع ال 100 جنيه ده وعرفوا الحقيقه فسكتوا، قال لك طيب ال 1000 جنيه، وكل ده موجود على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي بتخبط في اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي. ال 1000 جنيه التامين اللي بتدفعها حضرتك وانت خارج من الاوتيل بتاخد فلوسك، بتاخد ال 1000 جنيه التامين، اي حد بيروح في اي اوتيل بيدفع تامين، ولا ده ما معروف؟ معروفه طبعا. فهتاخدها وانت ماشي، هل دي فيها مشكله؟ يا جماعه خدوا بالكم من الكلام ده. انا جبت لكم مثل اهو من الحكام والضغط على الحكام واللي بيحصل والاشاعات اللي بتتقال من كل النواحي في فريق كره القدم. صاروا هيمشي ولا سارتي هيمشي، احمد فتحي مش عايز يجدد. شفتوا اللقطه بتاعت احمد فتحي يا جماعه ولا ما؟ يعني انا الحقيقه اصل الناس دي انتوا بتتكلموا على ناس ممكن يكونوا اخواتي الصغيرين مثلا، فبنتكلم دائما يعني، بنسال بعض وبنطمن على بعض وبنستشير بعض في حاجات كتير. هي لقطه احمد فتحي ده واحد لو ما اعرفش هاتوها لي يا جماعه لو قدرتوا تجيبوها، وهو مستني الجون وبينط فوق حارس يعني اعلى من حارس، بعد ما طلع بقى احتياطي او بعد ما اتبدل. هل اللقطه دي تقول ان ده واحد خارج زعلان ولا خارج عنده حاجه غريبه جدا؟ اصل لاسارتي ماشي، اصل وليد ازارو ماشي. طيب لاعب مع احمد فتحي يقول لك محمد هاني زعلان، محمد هاني لعب يقول لك اصل احمد فتحي زعلان. ما هو طبعا لازم يبقى زعلان، لازم يبقى زعلان، بالمناسبه لازم يبقى زعلان لان هي دي الحقيقه. اي لعيب كره ما بيزعلش ان هو ما بيلعبش يبقى يعني لا يمكن ان يكمل في النادي الاهلي. لكن في فرق ما بين حاجتين، ان هو زعلان ان هو عايز يلعب، عايز يبقى ليه دور مع الفريق، ومن ان هو بيثير مشاكل او بيعمل مشاكل زي الانديه الثانيه، ما احنا بنشوف كتير ومحدش بيتكلم عنه. ما اعرفش ليه الناس دلوقتي مركزه فقط على النادي الاهلي، برغم ان الانديه الثانيه عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. ده يتخانق مع ده، والمدير الفني يتخانق مع حد من رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة، ولاعيبة ما لعبتش خالص ولاعيبة لعبت، ويقول لك أصل مش عارف مين ما لعبش في النادي الأهلي وهو مصاب بقاله 4 شهور قاعد في هي اللقطة دي. لا زعلان فعلا، زعلان جدا، ده نفسه الأهلي يخسر يا أخي والله. تصدق يا جماعة عيب والله عليكم الكلام ده. سبحان الله بتيجي صور كده بتثبت اي كلام بيتقال بيبان في اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي. يا رب نشوف زعل احمد فتحي ده في كل مباراه، يا رب احمد فتحي يفضل زعلان ويبقى بالمنظر ده الحقيقه يعني. لكن احنا دايما بنستنى الرد من خلال الملعب، الملعب فقط. دلوقتي قرعه بتقام علشان يتم اختيار، قال لك اصل اسلام لناسه فهيختار الناس بتوعه. قال لك طيب هنعمل قرعه عشان اللي ينجح في القرعه او اللي اسمه يطلع في القرعه يروح المصيف. ايه اللي مطلوب يا جماعه؟ النادي الاهلي نادي بيمشي على القضيب، بيفضل ماشي كده بشكل مستقيم، لان الناس دي ايديها نظيفه، الناس دي ايديها نظيفه، مش عايزه حاجه غير مصلحه النادي الاهلي، ومش عايزه حاجه غير مصلحه اعضاء الجمعيه العموميه. وبالتالي عندما تتاح لهم الفرصه
ان هم يعملوا مصيف زي اللي انتوا شفتوه ده، هيعملوا مصيف، ولو يقدروا يعملوا احسن منه هيعملوا احسن منه. عايزين قرعه؟ نعمل قرعه. ال 100 جنيه هتخش في ثمن ال 10 ايام ولا 15 يوم اللي هتقعدهم، هتخش في في ثمن الفلوس اللي هتدفعها في ال 10 ايام ولا 15 يوم اللي هتقعدهم. ال 1000 جنيه للتامين هتاخدها وانت خارج، هتاخدها وانت خارج. طب ايه المطلوب تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ اكبر ميزانيه في تاريخ الانديه المصريه هي ميزانيه النادي الاهلي. هتبص ال 100 جنيه ولا ده حق الاعضاء يا جماعه، ده حق اعضاء الجمعيه العموميه، حقهم. طيب قبل بس ما انتقل للموضوع الثالث فيها مع حضراتكم، وهي برضو مش كلامي، انا بحاول دايما اجيب لكم الاخبار والكلام اللي بيتقال حوالينا علشان نحاول دايما نبقى بنقرب وجهات النظر مع حضراتكم، او ندور عن الحقيقه في الاشاعات الكتيره جدا جدا اللي حصلت خلال 4-5 ايام اللي فاتوا. انا عمري في حياتي، خدوا بالكم، انا دايما هفضل طول ما انا موجود في هذه القناه هفضل ادافع عن النادي الاهلي، وهفضل في الحق، في الحق دايما، في الحق. خدوا بالكم، هنا في ملعب الاهلي، في ملعب الاهلي اللي داخل قناه الاهلي وبيحلل لمباريات النادي الاهلي، قلنا على ضرب الجزاء مش ضرب جزاء، ولما الفريق بيبقى وحش بننتقد الفريق، ما بنعرفش نطبل يا جماعه. لكن انا مش زي حد، انا ما عنديش انا حد بيقعد يبعت لي على الموبايل قول كذا وما تقولش كذا، ما بيحصلش. انا بطلع اقول على حسب طبعا السياسه العامه للنادي والسياسه العامه للقناه، اللي هي لا تخرج عن اطار الاحترام والاحتراف والحفاظ على مبادئ النادي الاهلي. هو ده اللي احنا هنمشي بيه، وهو ده اللي احنا هنعمله، وهو ده اللي دايما بنفضل نعمله. مش معنى ان انا اصل دي صوره امام حضراتكم، انا هنا ببقى بشرح صوره امام حضراتكم، فلازم احترم عقول حضراتكم عشان تثقوا فينا. وهو ده اللي احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي، ان انت مهما تكون عليك الضغوط قول الحقيقه فقط، الحقيقه فقط. في امور ما بنتطرقش ليها، ما بنتكلمش عنها، لكن اشاعات اشاعات، مؤامرات مؤامرات، اشاعات اشاعات، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو لو النادي الاهلي خد الدوري ده هيبقى اول مره ياخده؟ ده الدوري رقم 41 بالمناسبه لو خدناه ان شاء الله. الدوري رقم 41 ده الطبيعي، اللي مش طبيعي ان احنا ما ناخدوش بعرقنا باصرار وحزم لاعبينا جوه الملعب، بان احنا بنقعد نلعب لغايه الدقيقه 98 و99 و100، عندنا لعيبه رجاله مهما بيتقال عليهم، مهما بيتقال عليهم بيفضلوا واقفين وبيلعبوا لغايه اخر دقيقه مهما بيتقال عليهم. هو انتوا فكركم ان حسين الشحات مش عارف اللي بيتقال عليه؟ عارف كويس جدا. هل فكركم ان حسين مثلا مش مقدر اللي حضراتكم وقفتكم مع حسين لغايه دلوقتي؟ مقدر جدا، وهتشوفه من حسين الفتره اللي جايه، هو بس محتاج شويه حاجات ان شاء الله تعدي السنه دي وتبقى السنه الجايه افضل من السنه دي كمان. يعني هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه، هو ده اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم. الحقيقه الحقيقه الحقيقه. وبالمناسبه هو موضوع ال 100 جنيه ده ما حدش يقدر يعرفه من النادي، اللي هو ان انت تدفع الاستماره دي هتخش ولا مش هتخش، هتقدر تعرفه. اي صحفي محترم وكويس هيعرف، هيروح النادي هيقول لهم والله يا جماعه في كذا، يسال اي حد من اعضاء الجمعيه لهم هيقول له اه حصل كذا 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 كذا. يبقى الكلام اللي انا بقوله ده كلام صح ولا مش صح؟ هو الموضوع بتاع الوقت البدل الضائع كيف يتم احتسابه؟ هو انا قلته من دماغي؟ انا قلته من دماغي، بس الحاجه الوحيده اللي انا عملتها ان انا اجتهدت شويه مع الكابتن سمير عثمان، قام جايبنا الموضوع ده عشان نعرفكم الحقيقه، مش من دماغي والله، بالقانون وبالورق وباللوائح. زي الموضوع اللي جاي،
اصل الاهلي عامل الحاج عامر حسين بيجامله. الاهلي الحاج عامر بيعمل له الدوري عشان ياخده، بيفصل له الجدول عشان ياخده. مش بيتقال كده؟ بيتقال ولا ما بيتقالش؟ طيب خليني اقول لحضراتكم ان بدايه الموسم المحلي كان يوم 31 يوليو الماضي. الاهلي لعب كم ماتش من 31 يوليو الماضي لغايه دلوقتي؟ 54 مباراه في دوري، بطوله افريقيه، بطوله عربيه. عارفين ال 54 مباراه دول منهم كم مباراه خارجيه بره مصر؟ يعني فيهم سفر ومروح ومجي ونوم وصحيان وكذا وكذا وكذا. 11 مباراه من ال 54 خارج مصر. الحاج عامر حسين بيجامل النادي الاهلي، بيجامله. هثبت لكم كمان، هكمل لكم، خلوني اكمل لكم الارقام، مش انا، مش كلامي برضو، دي الارقام بتقول ايه. وبالمناسبه الارقام دي خارجه من اتحاد الكوره، مصدر موثوق، احنا اجتهدنا وجبناها برضو عادي. انا الحاجه اللي بنعملها ان احنا بنجتهد وبنجيب هذه الارقام. طيب مين المنافس للنادي الاهلي؟ نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك اللي هو في المركز الثاني يعني، لعب كم مباراه؟ نادي الزمالك لعب كم مباراه من يوم 31 يوليو لغايه دلوقتي؟ نادي الزمالك لعب 48 مباراه والنادي الاهلي لعب 54، يبقى الحاج عامر بيجامل الاهلي. طب نكمل بقى بقيه المجاملات. يعني نادي الزمالك لعب اقل بست مباريات من النادي الاهلي. طيب كم ماتش خارج مصر؟ 8. النادي الاهلي كام؟ 11. بس بيجامل برضو الحاج عامر، بيجامل بقى. ما الحاج عامر بقى بطل مجامله للنادي الاهلي بقى يا اخي. الارقام دي يعني ما اصل الارقام دي مش كده يعني، الارقام دي مش مظبوطه. ده الحاج عامر اجل المؤجل وبيجامل النادي الاهلي برضو. يعني الحاج عامر اجل المؤجل، يعني في مباراه اتاجلت بقت يوم كذا، جه يوم كذا اتاجلت تاني، تخيلوا. والنادي الاهلي اللي بيتجامل، النادي الاهلي بيتجامل. كويس ادينا عملنا لكم فوازير رمضان، مفيش فوازير السنه دي في اي قناه، فاحنا بنعمل الفوازير. ف يعني حبيت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم في الثلاث اربع مواضيع. يعني في مواضيع كتيره جدا ممكن نتكلم معاكم فيها، ولكن الحقيقه عندنا ضيوف وعندنا هنكمل بقى مع حضراتكم. لكن ليه دايما بتحبوا تطلعوا النادي الاهلي؟ طيب النهارده تصريح لبيب جوارديولا الفائز بافضل مدرب في الدوري الانجليزي هذا الموسم. تخيلوا حضراتكم جوارديولا قال ايه. بصوا الادب والاخلاق مش عارف اقول ايه، والرقي. بيب جوارديولا بعد ما سالوا قالوا له بتهدي الجائزه دي لمين؟ قال لها بهديها لكل المدربين في الدوري الانجليزي وخاصه يورجن كلوب، المنافس الاول لنادي مانشستر سيتي اللي كانت لاخر مباراه 97 98، وده دوري انجليزي اقوى دوري في العالم. شايفين الرقي والاحترام والادب؟ هل ده ممكن يحصل في مصر؟ مش يطلع هنا ده يخبط في ده وده يقول لك ده والحكام ده كذا وقصص وحكايات وروايات. النادي الاهلي ممكن يعمل كده. النادي الاهلي انا واثق واثق ان النادي الاهلي ممكن يعمل كده. لكن اي انديه تانية صعب. انا بس حبيت اقول لحضراتكم ثلاث اربع حاجات كده من الحاجات اللي ايه المهمه اللي كانت بتتقال خلال الفتره اللي فاتت، علشان نبقى دايما مع حضراتكم وعمرنا ما هنسكت على حاجه. زي ما قلت لكم انا يعني عمري ما هسكت على حاجه طالما هي حق للنادي الاهلي، انا عمري ما هسكت عليها. طالما سكتنا عن حاجه يبقى هنسكت خلاص.
لكن كل ما هو حق للنادي الأهلي لازم هنتكلم فيه ولازم هندافع عنه. مطلوب عدالة تحكيمية خلال مباراة بكرة، خلال كل المباريات القادمة للنادي الأهلي. مطلوب عدم تزييف الحقائق للناس وإثارة الفتن من الناس اللي بتتكلم. ومن فضلكم بلاش نعكس الآية، وبلاش الظالم يبقى هو المظلوم، لأن احنا راصدين وشايفين وبنقول لحضراتكم وهنرصد كل حاجة خلال الفترة القادمة. معلش طولت على حضراتكم النهاردة، ولكن موضوع كان لازم أتكلم فيه مع حضراتكم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل فقرتنا الأولى. دكتور أحمد ثابت هنتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات فيما يخص نادي إنبي، وأهم نقاط القوة والضعف في نادي إنبي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا بتاسف طبعا على طول الانترو، لكن كان مواضيع مهمه جدا او موضوعات هامه جدا لازم نتكلم فيها مع حضراتكم. خلوني ارحب في هذه الفقره بالدكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف والارقام والاحصاءات بالنسبه لنادي انبي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خلينا نبدا في اول حاجه. نادي انبي استقبلت شباكه 13 هدف خلال 16 مباراة مع كابتن علي ماهر. من عرف توقيتات احراز هذه الاهداف او استقبال هذه الاهداف؟ طبعا يمكن اول حاجة توقيت استقبال، هم يمكن لعبوا مع كابتن علي ماهر 16 مباراة. ال 16 مباراة ديت خرجوا بشباكهم نظيفة من 16 مباراة 8 مباريات، نسبة كويسة جدا. يعني دليل ان فريق انبي على المستوى على المستوى الدفاعي فرقة كويسة. يعني اما تخرج 8 مباريات من ال 16 شباك نظيفة، اذا الفريق ده منظم دفاعيا وكابتن علي ماهر ليه بصمة. شباك نظيفة يعني ممكن يكون تعادل سلبي يعني ما بيجيش فيهم اهداف في 8 ماتشات من 16 مباراة. يمكن توقيت الاحراز بقى في ال 13 هدف في خلال 16 مباراة، هنلاقي ان هم يمكن استقبلوا في اول ربع ساعة 0 من الاهداف، ثاني ربع ساعة هدفين، ثالث ربع ساعة 3 اهداف، بعد كده الشوط الثاني بداية الشوط الثاني بقى 3 اهداف اول ربع ساعة، بعد كده الثاني ربع ساعة 4 أهداف، بعد كده آخر ربع ساعة هدف. إذا الشوط الثاني بيستقبلوا أهداف أكتر، 8 أهداف أكتر من الشوط الأول. يمكن نيجي بقى لتشكيلهم. تشكيل الإنبي المتوقع. المتوقع أو طريقة لعب كابتن علي ماهر دايما اللي بصمته الواضحة بقى مع نادي إنبي، يعني يمكن هو بيلعب 4-2-3-1. كابتن علي ماهر زي ما قلنا لعب 16 مباراة، كسب 5، اتعادل في 7، وخسر في 4. ده يمكن تشكيلهم المتوقع بكره. الحارس المرمى عبد العزيز البلعوطي، ده يمكن لعب اخر 7 مباريات كان الحارس عمرو حسام هو الاساسي، ولكن حصل فيه بعض الانتقادات عليه في المستوى في مباراه الاهلي، في الزمالك، في المصري، في دجله، فبدا يستعين بعبد العزيز البلعوطي لان عمرو حسام كان ضعيف في حته التمركز في الكرات العرضيه والضربات الركنيه، فبدا ان هو يعتمد على عبد العزيز البلعوطي. الاثنين المساكين ناحيه اليمين ابراهيم يحيى، ناحيه الشمال رامي صبري. الباك الشمال احمد عبد العزيز، باك شمال مميز. الباك اليمين برضو ايضا باك مميز علي فوزي. الاثنين الارتكاز محمود غالي ومحمد اشرف رؤى. محمود غالي اللي كان بيلعب في طنطا، محمد اشرف رؤى لاعب نادي الزمالك معار لانبي. قدامهم احمد شكري صانع الالعاب. نيجي بقى للثلاثي الامامي الخطير، السرعات لكومبي وده هنتكلم عليه لوحده، لعيب الكونغولي رقم 10، لعيب مهاري قوي. ناحيه الشمال بيلعب احمد رفعت وممكن بديله محمد بسيوني، يعني ممكن في المباراه دي يبدا بمحمد بسيوني ويخلي احمد رفعت كدكه. ليه؟ لان محمد بسيوني على المستوى الدفاعي اعلى شويه من احمد رفعت. راس الحربه بتاعهم محمود قعود، وده جايب هداف الفريق 9 اهداف. يمكن لو اتكلمنا كده مين هداف الفرقه، هو قعود ب5 اهداف اللي هو المهاجم. مين الاكثر اسيست، اكثر واحد صنع اهداف؟ محمد بسيوني اللي هو الجناح الشمال، عامل 6 اسيست. ده يمكن التشكيل اللي ممكن بكره كابتن علي ماهر برضو قدام لما بيجي لاعب النادي الاهلي في مباراه، مثلا لما كان ماسك نادي الاسيوط السنه اللي فاتت وخرج في كسب تغلب على النادي الاهلي في كاس مصر، تحس ان كابتن علي ماهر قدام مباراه الاهلي بيعمل مباراه كبيره. يعني بكره المواجهه الخامسه، الاربع مواجهات اللي قبل كده 2 خلصوا 1-0 للنادي الاهلي، والدور الاول خلص 2-1 وهو تغلب على النادي الاهلي في كاس مصر 1-0، فكل المباريات بتبقى فارق هدف، تبقى مباراه صعبه ومباراه معقربه. اذا المباراه بكره واحده برضو ايضا من المباريات الصعبه على النادي الاهلي بكل التاكيد. يعني نيجي لنقاط قوتهم تمام. ودي اهم حاجه بقى ايه نخلي بالنا منها، يعني ازاي هم سجلوا 16 هدف في 16 مباراه بمعدل ايه هدف في كل مباراه. نعم.
طبعا نسبه مش كبيره يعني، هدف في كل مباراه نسبه مش كبيره يعني. طبعا النسبه الكبيره زي النادي الاهلي مثلا 1.7 من 10، 1.8 من 10، نادي بيراميدز 2، نسبه اقوى شويه. يمكن هم عندهم ال 16 هدف منهم 4 عرضيه من الجبهه اليمنى، يعني ربع. علي فوزي ولكومبي يا الجبهه دي، لكن لو عرضناها هنا على الشاشه هنلاقي ان يمكن لو بصينا على الاطراف مهمه قوي الحته ديت، يمكن رقم 10 لكومبي مميز قوي ان هو بيطلع دايما على الجنب ده، يعني ورا علي معلول بالشكل ده، ورا علي معلول يوم طالع على الطرف ويعمل العرضيه بنفس الشكل ده بالظبط. يعمل العرضيه ده لكومبي، لكن الطرف الشمال مميز ان هو بيخترق للعمق اللي هو رفعت او بسيوني، دايما بيعمل العمق ويرمي التمريره الطوليه لراس الحربه اللي هو قعود. فدي اغلب يعني ده سيستم كابتن علي ماهر معاهم. لكومبي سرعات لكومبي من ورا علي مع بكره مهم جدا، ان طبعا حمدي فتحي يكون بيرحل بشكل مميز على علي معلول، لان يعني سرعات لكومبي لعيب سريع قوي، دايما هو بيطول الكره ويجري ورا، عنده الميزه دي. يعني هو مش مهاري ولكن هو بيعتمد على السرعه، اللي هو بيطول الكره لقدام، يطول الكره لقدام ويجري ورا حته الايه السرعه. فلازم علي معلول يخلي باله من النقطه دي جدا. وطبعا رمضان صبحي لما يلعب قدامه لازم يكون في الدور الدفاع مهم جدا، لانه سرعات لكومبي مهمه جدا. عندك الناحيه الثانيه زي ما قلنا محمد بسيوني او احمد رفعت بينطلقوا للعمق وبيرموا التمرير الطولي للمهاجم. عشان كده لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف هنلاقي 4 اهداف عرضيه من الجبهه اليمنى، سواء لكومبي او علي فوزي، الاثنين مميزين قوي. اذا الجبهه دي مهمه قوي ان انت تمسكها او تخلي بالك منها، تقفل عليها بشكل تقفل عليها او تضغط عليها من قدام. وانت ما شاء الله عندك في الجبهه دي علي معلول وعندك رمضان صبحي، الاثنين اداوا حدود ان انت سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي تضغط عليهم بشكل مميز جدا. نعم. تاني حاجه التمرير الطولي اللي في العمق، 3 اهداف، ده اللي احنا اتكلمنا فيه. محمد بسيوني بيخش للعمق وبيدي التمرير الطولي، ده 3 اهداف من 16 هدف، نسبه كبيره برضو. بعد كده في عرضيتين من الجبهه اليسرى. تاني حاجه برضو في سلاح مهم، الضربات الركنيه في الماتشات الاخيره، رامي صبري جاب هدفين في مباراه بتروجيت من ضربات ركنيه بتتلعب، سواء ادي لو اللي بيلعب مثلا احمد شكري برجله الشمال دايما بتبقى في الجبهه دي، احمد شكري او احمد رفعت الاثنين الاسيست بتاعهم بتتلعب لرامي صبري. رامي صبري بيبقى دايما واقف عند قوس منطقه الجزاء، ده تكتيك الضربات الركنيه عندهم. اذا لازم يكون في مان على رامي صبري بكره في الضربات الركنيه. طبعا وليد ازارو دايما عندنا بيلعب على القائم القريب، فهل لاسارتي هيحدد له مان معين؟ اكيد لازم يكون في مان معين، حمدي فتحي، عمرو السوليه، حد يكون من العناصر اللي هي بتمتاز بالالتحامات مع رامي صبري في الضربات الركنيه، دي برده نقطه مهمه جدا. جابوا هدفين برده من ضربات جزاء، هدف تمرير طولي ورا الباك الشمال للمنافس، هدف تسديده وهدف من ضربه ثابته. يمكن لو عرضنا الاهداف هنلاقي بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام. الصوره اللي بعد دي هنلاقي هدف لمبي من عرضيه من الجبهه اليمنى اللي هو لكومبي، معظمها كلها من اهو دي ده لكومبي عدى وفات وعمل العرضيه. فاذا لكومبي زي ما قلنا ان هو بيطول الكره دايما لقدام، علي معلول ممكن يتوقع الحته دي. الصوره اللي بعدها هنلاقي برضو اللي بعدها دي هنلاقي برضو لكومبي، ادي برضو لكومبي عدى ده في ماتش الزمالك، عدى من عبد الله جمعه وعمل العرضيه لمحمد بسيوني. اذا سرعات لكومبي في الجبهه اليمنى، واحد ده لعيب كونغولي عامل 3 اسيست الموسم ده جاي من فيتا كلوب، لعيب مكسب بصراحه الانبي، لعيب عنده حته الصعيده دي برده، ده هدفهم في النادي المصري برده، عدى من الجبهه الشمال من عمر كمال عبد الواحد وعمل العرضيه. اذا في كل المباريات الكبيره، ماتش الزمالك، ماتش المصري، لكومبي له دور مهم قوي. ده ماتش بيراميدز، علي فوزي هو اللي عامل العرضيه، الباك اليمين عمل عرضيه مميزه قوي. اذا الجبهه اليمنى مهمه جدا. دي بقى الحاجه الثانيه اللي احنا قلنا ايه، قلنا الجناح الشمال بيخترق للعمق ويعمل تمريره، ادي محمد بسيوني بيدخل للعمق ويعمل التمرير الطولي لمين؟ للمهاجم. ده كان عوضه مارشال قبل رحيله او قبل انتقاله لنادي الاسماعيلي. فاذا التكتيك زي ما قلنا، رقم 1 العرضيات من الجبهه اليمين من لكومبي، رقم 2 التمرير الطولي، رقم 3 الضربات الركنيه. قلنا رامي صبري لما بتتلعب بيبقى على قوس منطقه الجزاء، وقلنا سؤال لاسارتي بكره، هل مين اللي هيبقى المان على رامي صبري؟ لازم يكون في تكتيك في الضربات الركنيه ان انت هتامن، هل هتلعب زون ولا هتلعب مان؟ وانا رايي ان انت لازم تلعب مان تحديدا على رامي صبري ده، لان ده في الكرات الثابته. نعم. ده بيخلص ماتشات بضربات الراس. فدي الاهداف يمكن اللي جابوها من ضربات ركنيه. اذا ملخص نقاط قوتهم 3 حاجات، قلنا الجبهه اليمنى سرعات لكومبي وعلي فوزي، ده رقم 1. رقم 2 قلنا الجناح الثاني دايما احمد فتحي لما يلعب عليه هيبقى محمد بسيوني او احمد رفعت، دايما بيخترق للعمق، واللي هيبقى قدامه مثلا لو بدا بجرالدو هيبقى برضه دور دفاع مهم ان انت الراجل ده بيخش للعمق. النقطه الثالثه الضربات الركنيه، راسيات رامي صبري لازم يتلعب مان عليه بكره في الضربات الركنيه. يمكن دول ابرز 3 نقاط قوه عنده. طيب
انبي بقى احرز 16 هدف في 16 مباراه توقيتات احراز الاهداف. طبعا توقيتات هم 16 هدف، هنلاقي ان هم يعني متوزعين بالتساوي، عندهم البدايات جايبين في اول نص ساعه 6 اهداف، اول ربع ساعه 3 اهداف، ثاني ربع ساعه 3 اهداف، ثالث ربع ساعه هدفين، الربع ساعه اللي في الشوط الاول هدفين برضو، بعد كده هدفين، بعد كده 4. اذا يعني توقيت الاكثر احراز انبي اهداف فيه بدايه المباراه ونهايه المباراه. بدايه المباراه اول نص ساعه جايبين 6 اهداف، ونهايه المباراه جايبين 4 اهداف. اذا ده تركيز ان هو دايما هم بياخدوا تعليمات من كابتن علي ماهر، فبينزلوا مركزين في بدايه المباراه، وفي نهايه الشوط ان الراجل بيغير كويس وهم بدنيا برضو كويسين، فايه فجايبين 4 اهداف. على فكره نادي انبي في اخر 5 مباريات كاسب 4، فاز في 4 ومتعادل في 1، فده نوعا ما اللي امنه شويه في حته المنافسه على الهبوط. هم كانوا بينافسوا بقوه وكانوا مرشحين للهبوط الموسم ده، يمكن اخر 5 مباريات فازوا 4 وتعادلوا 1، ده اللي ساعدهم شويه. فكل تاكيد بكل تاكيد مباراه بكره مباراه صعبه، ولازم زي ما اتكلمنا على نقاط القوه ان حذاري من النقاط دي. نخش بقى على ايه، على نقاط الضعف. تمام، ام بيستقبل 13 هدف في 16 مباراه. تمام، طبعا نقاط ضعفهم يمكن هم استقبلوا 13 هدف. احنا قلنا برضو ان هم مميزين على المستوى الدفاعي، يعني هنتكلم في نقاط ضعف احنا علينا ان احنا نستغلها، ولكن هم مميزين يعني بدليل ان هم حافظوا على نظافه شباكهم 8 ماتشات من 16. هنتكلم في ال 13 هدف، ال 13 هدف دخلوا شباكهم ازاي؟ هنلاقي ان هم عندهم مشكله واضحه في الجبهه الشمال اللي هي الباك الشمال احمد عبد العزيز. احمد عبد العزيز الجبهه في تحديدا دي، لما بيلعب قدامه كمان احمد رفعت ما عندوش حته الدور الدفاعي قوي، ما بيساندوش، وبالتالي داخل فيهم 5 اهداف كره عرضيه من الجبهه اليسرى داخل منطقه الجزاء، 5 من 13. اذا انت بكره عندك مين اللي هيلعب ناحيه الباك الشمال؟ هيبقى جرالدو مثلا، جرالدو او حسين الشحات، فهيبقى عليه دور مهم جدا، ان انت جرالدو وحسين الشحات دورهم مهم جدا خاصه في التمركز في الكرات العرضيه. هنبص برضو نلاقي كره عرضيه من الجبهه اليمنى هدف، اذا داخل فيهم نادي انبي 6 اهداف من 13 من كرات عرضيه. وبكره النادي الاهلي ان شاء الله لا سر الفوز بكره باذن الله هيبقى الكرات العرضيه. ليه؟ كابتن علي ماهر دايما لما بيجي يلعب النادي الاهلي، يعني احنا قلنا ان هو متوقع ان هو يلعب ب 4-2-3-1، ممكن يعني ممكن برضه ان هو يبدا بثلاثة ارتكاز، ممكن يدخل توبه، ممكن يخاف، وده يعني احتمال كبير ان هو يخاف من النادي الاهلي ويلعب بثلاثة ارتكاز زي اغلب الماتشات اللي فاتت. احنا شفنا سموحه وشفنا المصري، شفنا الفرق كلها والنجوم، ده في فرق كانت بتلعب بليبرو، كل الفرق بقت بتخاف طبعا من النادي الاهلي في عامه، يعني في تحديدا في المباراه الاخيره، فيعتمد على سرعات لكومبي واحمد رفعت قدامه ثلاثة ارتكاز. فكابتن يعني علي ماهر دايما تحديدا بيراقب صانع الالعاب بشكل مميز، كان دايما لما كان عبد الله السعيد موجود كان بيلعب عليه مان. ايوه بكره اعتقد ان هو هيلعب مان برضه على صالح جمعه. ممكن يبدا بتوبه مثلا ويلعب مان عليه، فانت هيبقى قافل لك عمق الملعب، وبالتالي انت محتاج تشغل الاطراف بكره زي ما عملنا في ماتش سموحه. ماتش سموحه احنا كان ايه؟ كنا الشوط الاول بصراحه ما كانش حلو قوي، الشوط الثاني لما اخترنا لاسارتي رجل المباراه كان بسبب ايه؟ بسبب تغييراته. الراجل راح مرجع حول طريقه اللعب ل 4-1-3-2 ولعب وشغل الاطراف بشكل مميز جدا. ده اللي احنا عايزينه بكره، ان انت لازم تشغل الاطراف، احمد فتحي وعلي معلول يشتغلوا بشكل كويس جدا، لازم تشغل الاطراف، تعمل زياده عديه داخل منطقه الجزاء. ومروان محسن هيبقى ليه دور مهم، سواء حتى لو ما بداش وبدا الراجل بازاره، مروان الشوط الثاني لما ينزل، وخاصه زي ما قلنا ان ابرز نقطه ضعف عندهم هي التمركز في الكرات العرضيه، لما مروان ينزل الشوط الثاني واحد من احسن اللعيبه في مصر اللي بتقطع على القائم القريب، مروان محسن مميز في جوه منطقه الجزاء. اذا نقطه مهمه قوي ان انت بكره لازم تبدا بدري، يعني مش عايزين بقى زي المباراه اللي فاتت ان احنا نستنى للشوط الثاني، عايزين بكره نبدا على طول كرات عرضيه من بدري، تمدد عمق الملعب، تشغل احمد فتحي وتشغل علي معلول من بدري عشان ايه؟ نكسب او يعني تجيب جون بدري وتامن المباراه، مش عايزين بقى نستنى برضو لاخر المباراه. تمام، اذا من المتوقع بكره ان احنا نضغط على الجبهه اليسرى لفريق نادي انبي، نستعمل الكرات العرضيه بشكل مكثف، يكون هناك تمركز جيد من المهاجمين في منطقه الجزاء من الكرات العرضيه. طبعا. عشان نقدر نكسب مباراه غدا. ونستغل الدكه، انت بكره عندك لو وليد سليمان عنصر خبره مهم قوي، عندك مروان محسن، وليد سليمان رايح منتخب في الكاس الامم، مروان محسن راح منتخب، محمد هاني، انت عندك ثلاثه على الدكه دوليين هيلعبوا منتخب مصر، اذا الدكه تقيله لازم تستغلها، حسين الشحات لو ما بداش وبدا بجرالدو او جرالدو مثلا قعد وحب الراجل فضله كورقه رابحه في المباراه الاخيره يستمر على كده، وممكن لا ممكن يقول لك انا ابدا جرالدو حالته حلوه في المباراه الاخيره. ماشيه ازاي؟ خلال فالحاجات دي هتبقى يعني انت عندك اوراق برضو في الدكه، دي حاجه مهمه جدا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، بشكرك جدا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي غدا و
نتكلم بقى شويه عن النادي الاهلي باذن الله. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هنطلع فاصل او تقرير هنتفرج على اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراه غدا امام نادي انبي، نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي الكبار في ملعب الاهلي النهارده في قبل مباراه النادي الاهلي ونادي انبي. النجم الكبير الكابتن ماهر همام، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا اسلام، كل سنه طيب يا حبيبي استاذ المشاهدين بخير يا رب. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام؟ كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب، ربنا يخليك. النجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا اسلام؟ ازي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله كله كويس. كابتن ماهر خليني ابدا بحضرتك، عاملين لي برده ملخبطني كابتن. مش كمين ها؟ كمين كل مره يعملوا فيها حركه، خلي بالك بس داير ما يدور، داير عمالين يلففون. عملنا كده عملنا كده، بص عمال ابص كده وبص كده مش عارف اعمل ايه. كابتن ماهر خليني ابدا بحضرتك ورؤيتك لمباراه غدا النادي الاهلي ونادي انبي. النادي انبي في موقف صعب جدا، النادي الاهلي في موقف صعب برضه ان هو بينافس دائما على الصداره، وبالتالي مباراه صعبه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين. اولا اسلام عايزين نبارك للشعب المصري النهارده العاشم رمضان و6 اكتوبر، تحيه طبعا للشعب المصري وجيشنا العظيم، والانتصارات اكتوبر كلها كانت لصالح مصر. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان بكره النادي الاهلي ربنا يوفقه في مباراه انبي. زي ما انت قلت يا اسلام، كل المباريات في منتهى الصعوبه زي ما احنا شايفين، من 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 ناحيه الحصول على النقاط، من ناحيه الاداء، من ناحيه الدوافع اللي موجود عليها يمكن الفرق. بكره يمكن لقاء الاهلي وانبي، طبعا احنا باركنا النادي الاهلي على الثلاث نقاط اللي حصل عليهم في مباراه سموحه مع الاحداث اللي حصلت، لكن في الاول والاخر كان الهدف واضح للاعيبه النادي الاهلي وهو الحصول على الثلاث نقاط. مباراه انبي مش هتقل برضك سهولة، بل بالعكس هتزاد صعوبة أكتر، لأن موقف إنبي يا إسلام موقف مظبوط في منتهى الصعوبة، يعني تاسع على الجدول لكن عنده 36 نقطة، ويمكن تحتيه حوالي 3 4 فرق برضك موجودين في هذا الترتيب، 35 و36 فواضح إن في صعوبة بشكل كبير جدا. فدوافع انبي بكره زي دوافع النادي الاهلي، دوافع النادي الاهلي عايز ياخد البطوله، عايز يكسب الثلاث نقاط عشان يحصل على بطوله الدوري، البطوله المفضله بالنسبه له. انبي نفس الكلام، عايز يحصل على، انا في رايي على نقطه اسلام، على اساس ان هو يعدي الموقف الصعب اللي بيمر بيه. احنا شفنا انبي يمكن في ظروف صعبه بقالهم اكتر من سنتين، يعني طبعا باسباب اداريه وفنيه، رحيل بعض اللعيبه المميزين، لكن طبعا بعد توليه علي ماهر الامور اتصلحت. يمكن كانت مع علي ماهر الامور مش متظبطه في الاول، لكن بخبره علي ماهر ودوافعه للعيبته قدرت ان هو يكسب. يمكن اخر لقاء كان مباراه الاتحاد بفوزه، ثلاث نقاط كانوا غاليين بالنسبه له بهدف لا شيء. فنتمنى بكره ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يبقى من بدايه المباراه، طبعا الجانب الفنيه هنتكلم عليها، لكن الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا غدا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شريف، نتائج انبي في الفتره الاخيره مديالهم حاله معنويه جيده جدا خلال الفتره الاخيره، 5 مباريات، 4 مكسب و1 تعادل، وبالتالي مديالهم حاله عاليه جدا من الناحيه الايجابيه، من الناحيه المعنويه. تفتكر ان ده هيؤثر بشكل ايجابي غدا في مباراه الاهلي وانبي؟ على انبي طبعا، يعني المبدا واحد، الاكيد كل خلاص الانديه اللي هي بتصارع ان هي تبقى موجوده في مرحله الدور ان هم ما ينزلوش. زي ما قلنا الفرق من مركز 16 لغايه المركز 9 يا كابتن كلهم بيلعبوا في عمره مباراه مكسب مباراه واحده بتامن لاي فرقه موجوده ان هي تبقى موجوده في ظل عدم الهبوط، يعني فمن عندك من 16 ل 9، يعني الاثنين كلهم بيلعبوا على عمرهم. حتى النقطه اللي خدها وادي دجله امبارح فرقت معاه، خليته بينافس ان هو يبقى موجود ويبقى عنده صراع البقاء. يعني النادي الاهلي حصل له حاجه جميله الماتش اللي فات، وحاجه يعني تطلعنا اسلام من درس ان ما انتهينا بيه لازم نبتدي بيه ماتش انبي. تمام. وانبي نفس الشكل في المرحله اللي انت بتتكلم عنها،
ما عندهمش أي نفس الشكل بتاع سموحه نعم. او نفس الشكل والمبدا اللي انت بتقول عليه في الماتشات اللي فاتت اللي هو كسب بيها نادي الاتحاد على ما اعتقد 1-0 في اخر مباراه. يعني عنده مبدا الروح ان هو يكسب، فاكيد هتبقى مباراه قويه جدا ان واحد بيحافظ على وصوله للقمه وان هو يحافظ على مركزه الاول، وانه كل مباراه عنده الاسماعيلي والمقاولين ماتشين مثاليين برده، يعني ثلاث ماتشات بيدوب بطوله. فمبدا النادي الاهلي النهارده بيلعب بنفس مبدا نادي انبي، انبي محتاج ماتش واحد ياخده بقى من الاهلي ياخده من اي فرقه بعدها، انما نفس المبدا اللي انت اتكلمت فيه عنده مبدا ان هو يكسب مش يتعادل بس. ان كان الدرون ممكن يعني يديله مرحله ثانيه تديله فرصه اقوى، انما اعتقد ان نفس المبدا بيلعبوا على ماتش لازم يبقى تلاقي هجمه هنا وهجمه هنا على المبدا اللي انت بتتكلم عليه. هنلعب بقى بخطه تحفظ ونصطاد الاهلي في كونتر اتاك وسرعه وهجوم الاهلي الكامل وما فيش، ده اللي غالبا بيحصل، ده اللي بيحصل بقى اللي احنا بنتفرج عليه. فالنادي الاهلي هيبدا من حيث انتهى، انت شفت اخر 10 دقائق في الماتش كانت عامله ازاي، هجوم فظيع يعني. وجامب و 2 3 بيخشوا في الكوره والكوره ما عندك شويه فيها دفاعات مميته يعني، فهمتني؟ ما هو ده اللي احنا بنقول فيه، هل ممكن هتترد؟ لا انت حضرتك حتى في التغييرات هل ينفع تبدا بكده؟ ما ينفعش. لا انا بقول لك في الروح، انا بتكلم في الروح اللي الروح القتاليه اللي هي انت بتبقى جوه ال 18، لكن كتشكيل ما ينفعش، ما فيش اللي هو ايه، ما فيش اللي هو انا يعني عايز اعملها بشكل ارتي قوي او اعملها مضمونه قوي. لا التانيين كان كل الفرقه بتخش جوه ال 18 وبيستنوا الراس الراجل يزحلق الكوره الناحيه الثانيه عشان ثلاثه يروحوا، ونفس الكلام في دفاعات مميته. فده كلام اذا كان في سموحه هتلاقيه في انبي كمان. انبي عايز يحافظ على مكانه وبقائه، فهيبقى عنده روح ازاي يدافع عن منطقته وازاي يدافع عن كل باسلحته كلها من اللاعبين كلهم. وفي هنا حته واحد تاني يقول لك ايه، انا عايز الهدوء، الهدوء اللي هو يديني المكسب. بس الهدوء اللي هو بيديك المكسب ده لازم يراقب تحركات من اللعيبه كلها في الملعب. ففي دروس مستفاده من المباريات السابقه دي للاجهزه الفنيه اللي هم يكلموها اللعيب. اللعيب عارف في كل ماتش، الماتش اللي قبله انا خارج من الماتش عارف انا كنت كويس في ايه ووحش في ايه، انا ايه اللي كان ناقصني عشان يوصلني في المبدا ان انا اقف قدام سموحه لاخر ثانيه عايز اجيب جول. الكوره بتروح مني، كوره بنوصل، في حاجه احنا مش مظبطينها. لا لازم نظبطها في ماتش انبي. العبقريه بقى بتاعه الجهاز الفني بتاع انبي ازاي يخرج من مباراه الاهلي بنتيجه ايجابيه، دي برده هتاخد مجهود كبير جدا، لان الاهلي بيدافع عن لقبه وبيدافع عن مكانته وما عندوش ولا درون حتى، ما ينفعوش، هو بيلعب على 9 نقاط اللي جايين لغايه لما يلعب النادي الزمالك يبقى يكفيه الدرون وهو بيلعبه. لا وبعدين برضه النادي الاهلي لا ينظر الى تعادل ابدا مهما كان، ما عندناش انت عارف الخاصيه دي او الشكل ده. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اعتقد بقى الفيتيكال فيتنس والحاله البدنيه دي خلاص، احنا في اخر الدوري وفي اخر كله مكتسب خلاص، احنا بنعمل ريكفر دلوقتي بعد كل ماتش، بنخش تلج كتير، حمامات ساقعه، مش عارف رجلنا تعوض تاني. اللي ما عرفتش انفذه في الماتش ده عندي فرصه كبيره قوي ان هو بتاعت 4 ايام او 5 ايام بيرجع يلعب تاني بسرعه الماتش اللي هو يقدر ينفذ فيه. عنده من اللعيبه دلوقتي كمان الحقيقه انك انت تغير، الراجل غير تغييرات، طلع احمد فتحي وخلى حسين باكرايت وعمل جيرالدو ناحيه اليمين ونوفق جيرالدو. يعني جيرالدو حتى لما بينزل 20 25 دقيقه او ربع ساعه عنده من السرعات انه يملى الحته دي مع التدعيم بتاع احمد فتحي والعرضيات. احنا يعني محتاجين برضو انا وانت كنا بنتفق ان المنطقه اللي جوه دي فيها ناس كتير، محتاجه مروان محسن ومحتاجه ازار ومحتاجه صلاح محسن، محتاجه اتنين دايما فراوده رجليهم تحت وفي كفرنج اللي هو جاي من تحتيهم. خلي بالك عمله ده بيحتاج كابتن حشيش برضو لبريسكي، يعني هل يبدا المباراه بهذا الشكل؟ كل مدير فني وله مدرسته، ولكن ككرة قدم صعب جدا ان تبدا المباراه بالشكل اللي انت نهيت بيه مباراته الاخيره. هو طبعا هنتكلم في البدايه طبعا على صعوبه الماتش، ماتش صعب طبعا، مفيش ماتش جاي سهل. ثلاث ماتشات اللي جايين قبل ماتش نادي الزمالك طبعا كلها ماتشات صعبه، ماتشات كوس الفرق كلها اللي احنا بنلعبها في الترتيب برضه مهدده. يعني اخر حاجه انبي، بعد كده المقاولين والاسماعيلي هيبقوا بالظبط. يمكن شويه دلوقتي الضغط خف شويه بعد ما تاكد نزول الداخليه، بقى دلوقتي فاضل فرقه واحده غير ما يكون لسه فاضل بتلعب بتكلم على فرقتين. فالعمليه اتحصرت شويه في الهابط الثالث. طبعا انبي عامل ماتشات كويسه اخرها طبعا ماتش الاتحاد، مكسب كبير قوي فرق معاه السماء والارض، 3 بونت دولت رفعوه رفعه لغايه الترتيب التاسع. ما يضمنش برضه لان هو لازال كان زمانه اقل من بتروجيت بالظبط، لو كانت عادل لو كانت عادل ال 3 بونت خلوه 36، ولكن ال 36 برضه
ما ينفعوش، لان ال 16 نادي 16 اللي هو بتروجيت 34 فرق بنتين، يعني بتروجيت يكسب مكسب ممكن يطلع. فانا عايز اقول ان الماتش صعب جدا جدا. لو هنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش مشكله دلوقتي، ما عندوش مشكله في الاصابات، ما عندوش مشكله في نقص اللعيبه، اللعيبه كلها موجوده، اللعيبه كلها كمان كويسه مش مجهده، لان الحمل الفترات اللي فاتت اتوزع على اللعيبه، ناس كتيره خدت خلال المباريات اللي فاتت. حيران طبعا، حيران حلوه يعني. اه طبعا غير مكان بقى حيران ان مفيش. ايوه صح. عنده مشكله اساسيه دلوقتي بتتكرر كل ماتش، ودي اللي مسببه المشاكل كلها. هنرجع تاني نقول اضاعه الاهداف، اضاعه الاهداف بتدخلك في دوامه جامده قوي، زي السيناريو بتاع الماتش اللي فات واللي قبله، ان انت بتستنى لغايه الاخر، ممكن بعد كده لا قدر الله الوقت ما يسعفكش، فانت لازم تخلص المباريات دي برضو. ممكن تتاخر بهدف كمان، تبقى مشكله مشكلتين يعني، تبقى كارثه. فانت لازم من البدايه ان انت تحرز هدف في الاول، صدقني هيبقى شكل النادي الاهلي مختلف خالص يا شريف. وجميع الفرق اللي بتنافسك تعرضت لهذا الموقف الاسبوع اللي فات. طبعا الزمالك تعرض لهذا الموقف، طبعا بيراميدز تعرض امبارح لهذا الموقف. يعني الفرق وارد مكشره عن انيابها كلهم ان هم عايزين يعملوا حاله اثبات وجود. انت لازم يعني لازم احراز هدف في البدايه، هيشيل الضغط من على اللعيبه، هتلعب اللعب بتاعها. موضوع اهدار الفرص ده نتيجه برضو ممكن للضغط العصبي، ما انت كل ما بيجي لك فرصه بتضيعها بيبقى عليك ضغط عصبي اكتر. فاعتقد هي المشكله الوحيده في النادي الاهلي هي المشكله دي. في انديه ثانيه مشكلتها انها ما بتوصلش لمرمى الخصم، انما انت بتوصل، يعني انت بتوصل لمرمى الخصم كتير جدا جدا وبتضيع. جرب كده ان شاء الله باذن الله يحصل بقى، يعني نبتدي سيستم تاني ان شاء الله من اول بكره. ام بي ان انت تجيب جون في البدايات، الجون الاول والثاني، هتبقى انطلاقه لاهداف ان شاء الله اكثر من كده، وهتريح الضغط. وبعدين عايز اقول لك حاجه بقى، انت هتشيل الضغط من على اللعيبه، وتشيل الضغط من على الجماهير كمان اللي في الاستاد او بتتفرج على الماتش في البيوت. احنا الضغط يعني بيعلى عندنا كل ماتش، واحنا في رمضان وصيام، فاحنا عايزين ان شاء الله باذن الله يعني بكره الموضوع ده يخف. وعامل التوفيق كمان مهم. لا لو الضغط عالي خد دواء ضغط. ما انا اوريدي باخد، انا اوريدي باخد. ربنا يديك الصحه، مش قصدي انا عارف. فان شاء الله باذن الله تكون يعني ماتش كويس بكره باذن الله. وانبي من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه، اعتقد النادي الاهلي بيجيد يعني اللعب امام الفرق اللي هي مش عشوائيه، بتلعب كوره كويسه. واعتقد ان انبي برضو محتاج ان هو هيقفل الدفاعات بتاعته، بس محتاج ان هو برضو يهاجم، لانه ما يضمنش يطمع النادي الاهلي يجيب فيه جون. لازم هو، لان احنا قلنا برضو نقطه التعادل مش كافيه لانبي، ما حدش عارف ظروف الماتشات اللي جايه. فاعتقد ان شاء الله باذن الله يكون ماتش كويس، وان شاء الله الاهلي يكسب ويكسب مكسب كويس يعني. كابتن ماهر، الفتره اللي فاتت او خصوصا بعد المباراه السابقه، بعد فوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره وفي الوقت القانوني، شفنا ضغط جامد جدا على التحكيم المصري في الاربع خمس ايام اللي فاتوا دول. راي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ هو اسلام زي ما قلت لك هيحصل السيناريو ده، هيتكرر في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك والمباريات الفرق اللي بتنافس على الهبوط. فالسيناريو ده وارد بشكل كبير جدا ان احنا يتكرر مره ومرتين وثلاثه، وده واضح من بدايه الموسم ان مفيش حمايه واضحه لحكامنا المصريين بشكل ايجابي. لكن انا عايز احيي حكم مباراه الاهلي وسموحه اللي هو امين عمر على شجاعته وادارته للمباراه. نعم. والثقه اللي كان موجود عليها فعلا ادى كل واحد حقه، احتسب كل الوقت الضايع اللي من خلال التغييرات الثلاثه اللي حصلت للفرقتين، اضاعه الوقت اللي بعض اللعيبه اللي وقعوا. هو كان عنده ثقه بشكل كبير جدا في اداره المباراه وما تهزش، يعني حتى الهجوم اللي حصل عليه من جهاز الفني لسموحه وبعض اللاعبين، لكن كان متماسك بشكل جيد، حتى كمان يمكن كمل المباراه على الدقيقتين اللي كانوا متبقيتين. نعم. نعم. لكن عايز اقول لك يا اسلام
ان السيناريو ده وارد جدا يتكرر مره ثانيه، لان زي ما بقول لك موقف الفرق في منتهى الصعوبه. زي ما كابتن شريف قال لك الزمالك تعرض لهذا الموقف، بيراميدز نفس الكلام. حتى فرقه القاع يعني خلاص الداخليه خلاص يمكن تاكد هبوطه، النجوم تاكدوا هبوطه، لكن الباقي كله عنده امل بشكل كبير جدا يبقى موجود في المنافسه. قبل بس ما تكمل كلامك وتسترسل في هذا الموضوع، خلينا نعرف برضه كابتن كواليس ما يحدث في تدريب النادي الاهلي، لان في بعض الاخبار بتقول ان اجاي طلع مصاب، طلع في مشكله. خلينا نعرف ماذا يحدث من النادي الاهلي او من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي. كريم ازاي؟ كابتن اسلام اهلا بيك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. عايزين نعرف اهم ما يحدث من كواليس في تدريب النادي الاهلي، وهل بالفعل اجاي خرج مصابا من التدريب النهارده؟ ابدا معاك باصابه اجاي. يمكن اجاي بالفعل كان مشارك في التدريب بس ما كانش فيه اي كدمه، ما كانش فيه اي يمكن اشتراك مع اي حد من اللاعبين، لكن بالفعل وقف وطلع مباشره مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود. الكدمه جايه في عضله الضمه كابتن اسلام، لسه متاكدين دلوقتي من طبيب ايضا النادي الاهلي الدكتور عبد المجيد، اللي قال يمكن عنده نغزه كده في العضله الضمه وحس بيها في المران، ففضل طبعا ان هو ما يشاركش. يمكن اجاي وقف على الخط شويه، كان عايز ان هو ينزل كمان يشارك في التدريب، لكن حفاظا عليه طبعا من الواضح ان اجاي هيكون خارج القائمه من طبعا من التصريحات الخاصه به الجهاز الطبي للنادي الاهلي. لكن بشكل عام لو بكلمك على التدريب الاخير النهارده كابتن سام، الاستعداد طبعا لمباراه في انبي كعاده مستر مارتن ستارتي، كل التدريبات خلال الفتره الماضيه تصحيح الاصابه بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، الفتره الثابته بياكد عليها، الكروسات، التمركزات، يمكن كمان خط الظهر بالتحديد. النهارده كان ليه اكثر من تعليمات لايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايمن اشرف طبعا يمكن مرتدي الوقت طبعا بتاع الراس والانف نظرا للاصابه الاخيره، لكن يمكن حماسه الكبير وجديته اللي بكيد بنشوفها في ارضيه الملعب رغم الاصابه اللي عنده، لكن عنده حماس كبير اشاد بيه النهارده مستر مارتن على ادائه وقوته. ياسر كمان، رامي ربيعه كمان. التشكيله كابتن اسلام نقدر نقول بنسبه كبيره جدا هو التشكيل الماضي للمباراه الماضيه، ومن الواضح ان مستر مارتن بيحافظ على القوام مع نهايه الدوري، يعني القوام الاخير او التشكيله اللي يمكن بياخدها خلال المباريات الماضيه. لكن كمان نقطه مهمه، وليد سليمان وحسين الشحات، في حيره شويه بين مستر مارتن ان هو يدفع في بدايه المباراه وليد سليمان او حسين الشحات. النهارده واضحه جدا في التمرين الاخير، يمكن ادى جزء النهارده لحسين بعض التعليمات وجاب وليد، لكن وليد خد جزء اكبر شويه في التكتيك. لكن اكيد طبعا يعني بطبق الرؤيه الفنيه لمستر مارتن والجهاز الفني، لكن بشكل عام تدريب جرعه تدريبيه جيده، الحماس لعيبه النادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده، لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه المباريات القادمه، كل مباراه ليها حسابات ليها سيناريوهات، لكن بشكل عام التدريب كان جيد النهارده، في حماس وفي جديه كبيره. لكن هو الامر المحزن طبعا لكل جمهور النادي الاهلي هي اصابه اجاي، ان شاء الله ما تطولش، ولسه متاكدين يعني مستنيين تاكيد كمان يا كابتن اسلام حجم الاصابه قد ايه، لان اجاي دلوقتي في العياده، يعني يمكن اجاي في العياده جوه مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيعملوا التست، لكن اول خبر عرفناه ان هو عنده نغزه بسيطه جدا في العضله الضامه، ان شاء الله ما تطولش. طيب معاه يعني لغايه لما تتاكد برضو يا كريم، لان عشان ما يبقاش برضو الكلام طالع هنا ولا هنا، احنا عايزين نعرف هل اجاي بكره هيكون موجود ولا هيبقى خارج القائمه بشكل رسمي. اول ما تعرف طبعا يعني قول لنا على طول. بالتاكيد يا كابتن اسلام ان شاء الله اضيف طبعا على اجاي وعلي لطفي واحمد الشيخ. يمكن النهارده علي لطفي خلاص مش متواجد في مباراه الغد مع مصطفى شوبير، وشريف اكرامي والشناوي النهارده اللي كانوا بيخوضوا التدريبات اللي خاصة بحراسه المرمى، بجانب احمد الشيخ النهارده ايضا كمان كان في الجيم، هيعود للتدريبات ان شاء الله خلال الايام القادمه، واعتقد ان شاء الله مباراه انبي الامور كلها مطمئنه ان شاء الله يا كابتن اسلام. ينقصنا كل التوفيق غدا باذن الله ان شاء الله في هذه المباراه. هنتظر يا كريم ان شاء الله تطمن على اجاييه وتقول لنا ماذا يحدث في موضوع اجاييه ان شاء الله، حتى لو هنطول 10 دقائق ربع ساعه لغايه حتى لما القائمه تنزل كمان ونعرف القائمه وتبقى من خلال قناه النادي الاهلي. تمام؟ تمام يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم. طيب يعني خبر لسه لم نتاكد من صحته، هل سيكون اجاييه موجود بكره في القائمه ولا لا؟ هو دلوقتي مصاب او يعني في نغزه بسيطه في العضله الضمه، عشان برضو نعرفين الكلام اللي بيطلع من عندنا من القناه بيبقى كلام الناس بتاخده كلام موثق، وبالتالي حتى هذه اللحظه احنا لسه مش عارفين اجاييه هيكون متواجد ولا مش متواجد في مباراه غدا، ولكن الاقرب ان هو يبقى مش موجود، لانه الحقيقه مارتن لاسارتي دايما بيميل لان هو لو واحد عنده نغزه ولا حاجه يحط يريح اللعيبه يريح اللعيبه. بس هو يعني الضمه دي اجهاد وهو بقاله يعني ممكن مش موجود.
مش موجود يعني فمفيش مغزى بيقول لك مغزى انت عارف الضمه دي بتيجي من كل حاجه ومن اي حاجه بتسال حاجه لكن احنا قلنا في اول كلامنا ان الحمد لله اللعيبه اكتملت بدنيا وفنيا وتكتيكيا عندنا البديل الجاهز دكه الحمد لله اكتملت بشكل جيد وده يعني بنقول لاجي طبعا الف سلامه لعيب من اللعيبه المميزين لكن طبعا مستر لاثرتح هيعتمد على اللعيبه الجاهزه من خلال بدايه المباراه عايز اقول لك يا اسلام ان مباراه الانبي والاهلي بتبقى مباراه تملي طول عمرها مباراه صعبه جدا في منتهى الصعوبه بيبقى فيها تركيز بشكل كبير جدا بالنسبه للانبي وهم بيحبوا يلعبوا مع النادي الاهلي بشكل جيد جيم انا بشوفه من الجيمات اللي بتبقى مفتوحه كره فيها بتعتمد على اللياقه البدنيه بتعتمد على طرق اللعب علي ماهر من المدربين المبشرين شفناه في اكثر من محطه عنده ثقه بشكل كبير جدا في ادائه الفني اللعيبه بتحب تلعب وده من ده اللي بيعتبر ان ده يوم عيد بالنسبه لهم ان الدوافع بتزيد بشكل كبير جدا لمعظم الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي شفنا يمكن سموحه في المباراه السابقه نفس السيناريو انا في رايي هيتكرر بالنسبه لامبي امبي صعب جدا انه يغامر من البدايه على النادي الاهلي عارف قوه النادي الاهلي من ناحيه الافراد من ناحيه الانتشار من ناحيه ثبات التشكيل من ناحيه الخطه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي زي ما قلنا مستر بسارتي بيراجع تاني الكرات الثابته اللي هي بقى ليها دور كبير جدا اسلام في بعض المباريات اللي احنا بنتفرج عليها في الاسابيع الاخيره بالنسبه للجمل التكتيكيه بياكد عليها بردك ويمكن الكلام ده ما كانش موجود في بدايه ماتشات الاخيره او من 3 4 ماتشات ما كانش في وقت كل 3 ايام فحاله الاستشفاء كانت اهم من هذه الجوانب لكن واضح ان مستر لاسارتي بيعالج الحاجات ديت بشكل جيد لان هو عارف هيقابل خصم عنيد وعنده من الدوافع كمان ان هو يقدر ان هو يجيد مع النادي الاهلي في حته انه ياخد بونت او يكسب ثلاث نقاط لو كسب ثلاث نقاط من النادي الاهلي خلاص ضمن بشكل اكيد وجوده في الدوري الممتاز حتى لو خد بونت في مباراته غدا كتعادل بردك بيضمن بشكل كبير جدا النقطه 37 بيضمن بشكل كبير جدا ان هو يتواجد فطبعا المباراه هتبقى في منتهى الصعوبه تكتيكيا للفرقتين. كابتن شريف ايه رايك في مستوى صالح جمعه خلال هذه الفتره يمكن المباراه اللي فاتت اقل شويه ولكن في النهايه بيؤدي دور مميز وبسم الله ما شاء الله يعني. برافو عليك صالح جمعه عامل حاله انا بحب بقوله له معلم هو فعلا الراجل ده بينزل يستلم من تحت وبيلعب على الاطراف ويمكن هو وجوده على الاطراف يا اسلام الماتش اللي فات هو اللي خلانا نشوف ان هو مش زي الماتش اللي قبله يعني قوه صالح انه ازاي بيستلم بسرعه وبيعمل زياده عدديه من نص الملعب لغايه اتجاه منطقه الجزاء بتاعه الخصم صالح عايز يعمل تمريرات لناس سريعه جدا تعمل سويتشات في عمق منطقه الجزاء الخصم فالراجل ده كل ما انت بتساعده بتحركات كل ما هو بيبان المعلومه بتاعته بيبان الحرفيه بتاعته بيبان موهبته ناقصه بس ان لما لياقته البدنيه بتزيد بيرقص واحد واثنين ويخش ويتوغل ويقدر يسدد ويقدر يعمل بقى الان بتوين يقدر يعمل حاجات كتير قوي لما بتبقى اللعيبه اللي حواليه فايقه كمان وشايلاه يعني حمدي فتحي والسوليه لما بيبقوا كويسين بيبقى صالح جمعه ما عندوش اي ضغط نفسي وهو بيلعب بيبقى حر متحرر بيقدر يعمل كل حاجه هو نفسه فيها في الملعب ودي بتيجي على حساب طبعا فوقان الاطراف بتاعتنا، الاطراف بتاعتنا فتح لما بيبقى فايق وبيبقى علي معلول طالع وعامل الحاله مع رمضان الناحيه الثانيه، كل ده بيصب على صالح انه يختار بقى، الملعب بيبقى مفتوح بالنسبه له قدامه، اختار امتى بقى انا حد الناحيه الشمال ولا حد الناحيه اليمين وهو بيعمل السبورت كمان اللي بيخش يعني في كرة لو سابها له ازارو كان راح شايطها قبله وحصل نقاش بينهم هما الاثنين لو نفتكرها مع بعض كره اكيد عرضيه كان هو بيتمنى ان هو كان محضر نفسه وبطن رجله هيلعبها يا اما بليسنج يا اما في الارض يا اما كان هو عنده النيرف ده في المنطقه دي ان هو بيبقى موجود يبقى هو اذا هو بيفكر ومركز احسن كمان وهو مركز كمان مركز جامد قوي ان هو ينهي المباراه عن طريقه اذا كان كبلاي ميكر او اسيست او هو شوتر او هداف او اي حاجه فصالح جمعه الحقيقه حاله جديده في دخول بقى وليد سليمان ورمضان جنبه الحاله ما بتزيد واللعيبه الحريفه ما بتزيد عجبني قوي انا يعني لصالح جمعه نفسه ومروان محسن نزل تلت ساعه ولا ربع ساعه سبرنتات وتفندر وبيدع وبيهاجم وبيساعد ازارو انك تديله العبء لوحده الخاص لوحده بيترجم مجهود تسع لعيبه جنبه يخلص هو فيه كوره لما بيبقوا فيه اتنين او في مروان موجود بهذه الحاله اللي هو بتاع منتخب مصر مروان ده
سنتر فيلد منتخب مصر دلوقتي على الخريطه يعني. فالراجل ده لما بيبقى مش مصاب وبيبقى في حالته ولعب كام ماتش قبل كده من 6-7 أسابيع كنا بنكسب بثلاثه والاربعه وهو اللي بيعمل الاسيست وهو اللي بيروح وهو اللي بيعمل البليسنج يعني. بقى فيها حقيقه حاله تخلي واحد زي صالح جمعه يطمع ان هو يؤدي احسن يؤدي اكتر. ما بيلاقي اللعيبه اللي هي زي جيرالدو يقدر يعمل له عكسيه يقدر يعمل له حاجه. طول ما اللعيبه اللي حوالين صالح الحقيقه في مستوى كويس وتركيز شامل ان هو يخلصوا الماتش من اول دقيقه لاول 15 دقيقه الحقيقه ممكن صالح ده كل 10 دقايق بيعدي تلاقي منه اكتر تلاقي منه وجود اكثر تلاقي منه ارتياحيه للعيبه يسندوا عليه. انت دلوقتي لما بتيجي تلعب كوره وانت جاي من ورا اسلام عايز لعيب تثق فيه انك تديله هيعرف يتصرف فيها هيعرف ينفذ هيعرف يعمل الوان تو هيعرف يرقص واحد ويعدي عنده السنك عنده التمويه عنده كل حاجه عنده رؤيه الملعب كله الشمس. اللعيب ده يملك هذه الاشياء دي كلها الحقيقه ومن زمن بعيد يعني. يمكن لو ظلم كان ظلم نفسه عشان كاس العالم اتحرمنا منه في كاس العالم هي كان ممكن يؤدي حاجه كويسه جدا. انما ما تعرفش يعني قدر الله ما شاء فعل ان هو الحاله اللي هو فيها دلوقتي دي يعني بيواكبه ان هو يبقى محظوظ ويجيب جول مثلا او فرقته تكسب بدري هنلاقي الامكانيات بتاعته افضل بكتير. كابتن حشيش برضه تلاحم المباريات خلال الفتره السابقه وليس اللي فاتت هل اثر بشكل سلبي من وجهه نظرك؟ يعني النادي الاهلي لعب 54 مباراه تمام. 54 مباراه منهم من اول 31 يوليو وحتى الان 54 مباراه منهم 11 مباراه خارج مصر. هل تفتكر ان ده اثر بشكل سلبي خلال الفتره اللي فاتت ومدى تاثيره على الفتره الحاليه؟ هو لا شك طبعا مؤثر بس مش هو ده التاثير الاساسي. هو المشكله الاساسيه في النادي الاهلي الفتره الاخيره ان هو بيلعب تحت ضغط الثلاثه بونت وده طبيعي يا كابتن. المفروض ان لعيبه الاهلي دايما بيلعبوا تحت ضغوط السيناريو السنه دي صعب شويه. النادي الاهلي كان متاخر وحصل المنافس وتفوق عليه فاضل كم مباريات قليله جدا. برضو الاهلي مر بمطبات كثيره السنه دي مش يعني سنه استثنائيه مش سنه عاديه وخصوصا في موضوع كمان بجانب الاجهاد هي الاصابات غيرت شكل الفريق. يعني تيجي تبص النادي الاهلي على مدار الدوري السنه دي او الموسم ككل تلاقي تشكيلات مختلفه ممكن يكون ال11 مختلفين في بعض الماتشات صح ودي ما بتحصلش كتير في النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي دايما بيثبت تشكيل بيبقى التغيير في حدود حاجات بسيطه. انا عايز اكمل على شريف في موضوع ازارو. انا رايي ان الماتش بتاع بكره بتاع الفرقه الثاني مين شريف مروان افيد في الماتشات اللي جايه. ازارو بيجيد اللعب في المساحات عنده سرعات وعنده يعني قوه انت مش محتاجها الماتشات اللي جايه. الماتشات اللي جايه كلها مقفله مساحات قليله قوي. مروان بيجيد الحته دي عنده يمكن مهاريه انا في رايي ده رأي شخصي يعني مهاريا اعلى شويه من ازارو وبيجيد اللعب داخل الصندوق بيلعب بدماغه كويس بيلعب الحاجات اللي هي الصغيره المنطقات الصغيره في ال 18 عنده التصويب كويس وشفناه اكتر من مره عمل الكلام ده فاعتقد انه افيد. انا اتمنى البدايه تكون لمروان زائد عايزين ندي شويه لوليد سليمان. يعني وليد سليمان وجوده في الملعب ما هو كريم قال ان هو ما بين وليد وما بين حسين الشحات انا شايف ان وليد بيعمل بقى ده اللي بيعمل كمان غير صالح بيعمل حاله في الملعب الحالات الفرديه اللي احنا محتاجينها اللي هي تعمل فارق. وبعدين الاهم من كده الشيف كمان اللي هو كان ينقص النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت القائد وليد سليمان قائد وحماسه وقوته وروحه الجامده جدا على كل كوره وحماسه الزايد بينعكس على الفريق كله واحنا محتاجينها في الفتره اللي جايه اللي انت بتقول عليه اللي هي اخر ربع ساعة في الماتش عايزين نبتديها الروح والقوة عايزين نبتديها. وليد هيبقى له عامل كبير لو نزل من بدري في الجزئية دي. أتمنى ومروان كمان ومروان طبعا. أتمنى بقى المباراة بكرة احنا بنلعب قدام إنبي بيقودها علي ماهر. علي ماهر حافظ النادي الأهلي عن ظهر قلب عارف النادي الأهلي وعارف طريقة النادي الأهلي كل الناس بس طبعا علي كان ماسك الفرقة وكان مع الفرقة وحافظ يعني قريب برضه من اللعيبه وعارف الوضع كويس. لازم نغير من السيستم شويه الجناب طبعا اي حد هيلعب النادي الاهلي دلوقتي لازم يقفل الجناب فاحنا لازم يبقى فيه تحرر
اكتر في حته الاسلام بيقولك عليه هو صالح جمعه. صالح جمعه محتاج اللي يترجم له شغله بالظبط زي ما انت قلت. مروان ده لو موجود وجود الثلاثي يا اسلام يعمل له ريسيف، مروان ووليد وصالح ممكن يعمل فرق كبير جدا مع النادي الاهلي. رمضان صبحي ما حدش بيعرف ياخد منه الكوره طبعا، بيستلم الكوره ما حدش بيعرف ياخدها. طيب خلينا نطلع نشوف برضو مقارنه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في المباريات، في عدد المباريات زي ما قلت لحضراتكم 54 مباراه لعبها النادي الاهلي، منهم 11 مباراه خارجيه. نادي الزمالك لعب 48 مباراه منهم 8 مباريات خارج مصر. خلينا نطلع نشوف هذه المقارنه ونرجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم 20 لاعبا في قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله. اخيرا يعني عايز اقول لحضراتكم برضو قبل ما اقول ال 20 اسم، ان اجايي خارج قائمه نادي مباراه النادي الاهلي غدا امام نادي امبيو. التشخيص المبدئي اجهاد بسيط جدا في العضله الضمه، وبالتالي اثر او اصر مستر مارتن لاسارتي على الاحتفاظ باجايي خارج القائمة في مباراة غدا إن شاء الله، ولكن إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، هيبان بكرة بقى أو بعده بالكتير مدى الإصابة. قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله: شريف إكرامي، محمد الشناوي وأحمد طارق في حراسة المرمى، محمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمر السلية، حسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن. أعتقد يا كابتن ماهر يعني اللاعب، وبالتالي عرفنا أن جيرالدو خارج، أنا آسف أجاييه خارج القائمة لدى بالظبط زي ما قلنا. يعني الأسماء ال 20 لعيب كلهم ما شاء الله يعني جاهزين مستعدين لمباراة إنبي غدا. النادي الأهلي زي ما اتكلمنا مهم جدا موضوع ثبات التشكيل بالنسبه له. يعني انا شايف ان بكره يمكن قوام الفريق اللي لعب في مباراه سموحه ممكن يكون بنفس القوام. يمكن التغيير الوحيد اللي ممكن يحصل دخول وليد. احنا كلنا بنطالب وليد، مستر لاسارتي اداله فترات تجهيزيه انا شايف ان هي كانت مقننه بشكل كبير جدا، اداله ربع ساعه ثلث ساعه في نص ساعه. وليد محتاج مباراه من بدايتها، لان احنا محتاجين الخبرات اللي موجود عليها وليد من ناحيه الشخصيه، من ناحيه القياده، من ناحيه الكابتنه. وليد بيعمل نوع من الحيويه والنشاط لمعظم لاعبي النادي الاهلي. الاصرار والدوافع اللي موجوده عند وليد بتدي تفاؤل للاعيبه النادي الاهلي من خلال وجوده في التشكيله من بدايه المباراه. انا شايف ان طبعا مستر لاسارتي كان خلال الفتره اللي فاتت ديت بيشتغل على الحاجات اللي فعلا احنا محتاجين ان احنا يعني تفوقنا بشكل كبير في المباريات اللي بيبقى فيها معظمها تكتل دفاعي زي ما احنا شفنا في السيناريو اللي اتعمل في مباراه سموحه. بالتاكيد مباراه انبي غدا هيبقى بنفس السيناريو. يعني انبي ما عندوش من المغامره ان هو يباخت النادي الاهلي من بدايه المباراه بخطه هجوميه، لانه عارف قيمه النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه بشكل جيد يعني. لكن مستر لاسارتي خلال الفتره اللي فاتت بدا يبقى التشكيله فيها ثبات بشكل جيد، بيعتمد من خلال الثبات ده على طريقه اللعب اللي احنا بنشوفها 4-2-3-1. من خلال الطريقه دي بيقدر يدافع بشكل مميز وهو بيفقد الكوره، واحنا معانا الكوره بيبدا يبان شغل النادي الاهلي الهجومي اللي احنا بنشوفه في كل مباراه يا اسلام. بيبقى عندنا فرص موجوده في الشوط الاولاني اكتر من 7-8 فرص، الشوط الثاني نفس الكلام. بتمنى ان الفرص دي تترجم من بدايه المباراه. يعني عايز اقول ان اجيالنا زمان كانت يا اسلام من بدايه المباراه بتفرض شخصيتها، بتفرض اسلوبها. النادي الاهلي طول عمره اول ربع ساعه معروف عنه ان هو بيضغط ضغط كبير جدا عشان يغلط الخصم ويقدر يسجل هدف. تسجيله الهدف ده بتدي ثقه للفريق، بتدي ثقه للجمهور، للجهاز، وبعد كده بيبقى في سيناريو متبع من خلال 90 دقيقه، ومنها السيناريو اللي هو موجود حاليا مع جيل ده اللي هو في الدقيقه 90. يعني احنا من البدايه بنفقد فرص كثيره جدا، وبعدين بنفضل
لحد الدقيقه 90 يبدا يبان دوافع النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. نتمنى ان الشخصيه دي من بدايه المباراه بقى بكره من بدايه المباراه وننهي المباراه بالظبط. اتمنى كده يعني. كابتن شريف رايك ايه في القائمه دي اخر حاجه عندنا النهارده؟ هي قائمه طبيعيه باستثناء خروج جاي للاصابه. هو ما كانش بيلعب الماتشين اللي فاتوا يعني ما كانش فيه تركيز جامد عليه قوي. وكتر خيره الراجل خارج من اصابه جامده قوي في ركبته الحقيقه. انه يرجع يلعب تاني دي كانت معجزه كمان يعني في نفس الشكل. ورجع وادى واحرز اهداف وكلام من ده مشكورا يعني بعد رجوعه من الاصابه. ما افتكرش ان هو كسر او عمل اي حاجه غير الناس دايما عايزاه في شكل اللي متعودين فيه على اجاي. زي ما انت اتفضلت قلت عندك صالح جمعه وليد سليمان لعيبه ليهم شخصيه وليهم شكل قيادي الحقيقه بيبقى في المباراه. وبتطمني انا كراجل بلعب جنبك انك انت تترجم لي في اي وقت شوطه، تترجم لي اي باصه، تترجم لي دخول منطقه جزاء، تترجم لي عين ثاقبه الحقيقه. والتالنت اللي هو بيملكه الاثنين الحقيقه، الاثنين بيملكوا اشياء يمكن الخصم ما يعرفش ايه اللي في دماغهم. يعني يقول لك ده ثعلب، ده حريف، ده عنده شيء من الهدوء الخاص بيه هو اللي يقدر يعمل الشكل اللي جوه الملعب اللي يخليه يترجم لك زي ما بيقول. ما يعني خلص الماتش من اول 10 دقائق او ربع ساعه او ال 10 دقائق او ربع ساعه اول هدف. ما فيش فرقه بتلعب النادي ما بتغلطش، لازم تلعب على غلطات الخصم وتبقى متوقعها. لكن لما بتوقع غلطات الخصم وبتلعب كرات عرضيه كتير قوي في المنطقه دي بتترجم اهداف على الاقل، بيغلطوا الباصه بترجع لزميلك الثاني وشه مواجه للجول. نترك فرصه شويه بهدوء زي ما ابتدينا من الراوند الثاني. الراوند الثاني كان النادي الاهلي بادي ببدايه اللي هو من اول ما جه لصارت الحقيقه عوض ما فاته وكسب 9 ماتشات على ما اعتقد ورا بعض، جابوا خلوه في هذا الوضع اللي هو موجود. ولو كان حظه كويس قوي في ماتش بيراميدز الاخراني ده وكانت النتيجه الطبيعيه ان الاهلي يكسب كانت فرقت كتير قوي، كان الدوري خلص. فالحقيقه هم ماشيين بشكل خطه ثابته، في توفيق او ما فيش توفيق لتاخر الهدف هو ده لازم يبقى موجود من بكره. انذار لفرقه اسماعيلي والمقاولين العرب يعني انك انت رايح هتلاعب فرقتين محترمين الحقيقه. سيبك من اللي بيحصل للاسماعيلي انما قدامك كده بيبقى شكل تاني، موضوع تاني طبعا. اي فرقه بتلعبك باسماء زي دي اللي انا شايفها المقاولين العرب السنه دي والاسماعيلي ماليش دعوه باي حاجات بتحصله، بيبقوا شكل تاني. عندهم لعيبه كويسه قوي اقوى من امبي واقوى من سموحه واقوى من اي حد لعبناه الحقيقه باستثناء يعني اللي هو الزمالك وبيراميدز السنه دي. فانا شايف ان هو باذن الله يتوفق في حط 11 لعيب في اول 45 دقيقه بهدف انهاء المباراه من اول 45 دقيقه. مش بقى كتير بكره يعني يا كابتن اسلام انا مش عايزه يستنى لغايه لما احنا نغير اخر ثلث ساعه. وبرده انا عايز اقول لك على حاجه، افرض حصل وتاخرنا وكلام هو بيتاخر برده كمان في التغيير يعني ما تديليش جيرالدو 7-8 دقائق وتقول له انزل هديني المعبد. وخلي بالك لا كابتن، ما هو برده خلينا برده عشان ايه تبقى الناس فاهمه او ان الموضوع كله عباره عن ايه، هي توازنات في الملعب. هو كان دافع باثنين لعيبه وخلى الملعب عامل كده، وبالتالي هو لازم يوازن الملعب شويه في نفس الوقت حسوبا لاي اصابه برده ممكن اصابه برده. خلي بالك يعني احنا دايما الوقت الاخير ده بيسيبه يعني زي ما انت شفت كده. ما في مباراه اعتقد امبارح كان وادي دجله او مش فاكر كان مباراه مين وحد اتصاب برده في اخر ثانيه في اخر ثانيه. هو طبعا الجهاز الفني بيبقى مظلوم في الحاجات دي لتاخر النتيجه. امور جوز يحصل لك كمان تخبطات انت مش عارف يعني لازم يقعدوا يرغوا كتير قوي مع بعض ويشاوروا بعض عشان يوصلوا في احمد فتحي بره يعني كده. انا ما جاتش في دماغي، انا على طول حسين الشحات شايفه وانا بتفرج في الماتش هيطلع حسين الشحات. هو راجل قال يضغط هجوميا بقى، قال انا بكمل فوتبولر تاني في الحته دي حافظ هجومياً. وهو كان في اول هاف تايم مش وحش حسين الشحات، كان عنده من المراوغات ومن التركيز ومن الفكر ان هو يقدر يتوغل ويقدر يعمل حاجات. هو راجل عمل كل ادي اللعيبه بتاعتكم اهي نزلوا، والحقيقه جات لهم 3-4 فرص. ده في كوره ما اعرفش ازاي ما اتحسبتش جول، يمكن انتوا تشوفوها احسن مني، انا كنت في مباراه لا ما كانتش جول، ما كانتش جول، دخلت. انا حسيت انها دخلت انا حسيت انها كانت جوه الجول لكن يعني هي ما دخلتش. هو ده اللي احنا عايزينه من اول 5 دقائق باذن الله بكره ان شاء الله. كابتن حشيش برضو رايك في قائمه النادي الاهلي لهذه؟ يعني طبعا القائمه ما فيهاش تغيير، يكاد يكون التشكيل اللي اعتقد بكره هيبقى تشكيل ثابت بعد المباراه الاخيره. اللي انا اتمنى بقى اللي يحصل فيه التغيير اللي احنا قلنا عليه وليد ومروان محسن، هم اللي يبداوا، هم دول اللي يبداوا من الاول اعتقد من حسين وازارو. هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي زي ما بنقول احنا وليد. صراحه هي الدكه جامده جدا تقيله جدا بالظبط بالظبط. حاجه كويسه ان التشكيل ثابت برضه عشان ثبات التشكيل بيدي نوع من الانسجام مع يعني الفرقه كلها.
اللي انا عايز اقوله برضو ان احنا في سلاح، ان احنا سلاح التصويب مش عارف ليه غاب عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. في اكتر من واحد في يعني في الملعب بيجيد التصويب. سلية بيعرف طبعا يصوب كويس، صالح جمعه، وليد بكره ان شاء الله لو بدا برضه عنده الحته دي، عند وليد عنده الكور الثابته والكور المتحركه. اعتقد ان ده سلاح النادي الاهلي كان يعني ثوابت غايب عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. اشتغل عليها حشيش الراجل وبيحل يا كابتن ماهر كمان في التكتلات الدفاعيه والفرق اللي بتبقى قافله اللي هي هتبقى بكره نفس القصه دي. فده بيدي نوع من انواع الحلول. اللي انا عايز اقوله بكره بقى ان احنا يعني بتمنى لطاقم التحكيم التوفيق بكره بعد الضجة اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. هوا. ولا حاجة طبعا، عملوا قصة والناس اتكلمت. هو الناس بتضغط من لا شيء، كل واحد بيحاول يضغط على المنافس على منافسه، وبالتالي كل واحد بيضغط على الحكام بكل هو بكل الزار طول. لكن يظل دايما النادي الاهلي هو النادي اللي دايما بيقف خلفه. بتلعب الماتش نص ساعه مهما كانت كل حاجه، نص ساعه في الهاف تايم. والله لو المشكله كمان لو تقدر تعتبرها هتلاقي في 10 12 دقيقه في كل هاف تايم المكسب رايحين. اللي جه متاخر ده خلى الناس يعني تطلع اي حاجه بقى، يعني تطلع اي حاجه، تطلع بقى اهمها في التحكيم، في ان الوقت كذا، في ان الوقت كذا، يعني انت فاهم ازاي. فاتمنى بكره النادي الاهلي كمان لعيبته تساعد طاقم التحكيم بكره ان شاء الله يعملوا وينهوا المباراه بدري، وينهوا المباراه دي ويسهلوا على الدنيا كلها زي ما بيقولوا، يسهلوا على نفسهم وعلى الجهاز وعلى الجمهور وعلى الدنيا كلها يعني. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. سنة طيبة. بمناسبه رمضان بالمناسبه دلوقتي الساعه عدت 12 بقى 12 ودقيقتين، مش واخدين بالكم؟ 12 ودقيقتين. النهارده 16/5، ما بيفكركمش التاريخ ده بحاجه؟ احنا ابيض واسود. انتوا ابيض واسود. كسبنا فيه كتير ولا حاجه؟ احنا الابيض واسود، احنا مش الوان. كسبنا كتير ولا حاجه فيه ولا التاريخ ده؟ كسبنا لو حضرتك تتذكر هي حاجه طبعا، وانا لا اقصد ان انا اغلس على حد او حاجه، ولكن انا اقصد ان انا افرح جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لان هو دائما ما بيفرح بهذه الذكرى، ذكرى فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 6-1. طيب فهي يوم 16/5، فانا استنيت لغايه 12 ودقيقه دقيقتين. طب حلو، يعني بس ده مش في الابيض واسود. لا احنا كنا بنتفرج على يعني احنا دخلنا في المود دلوقتي، المود بقى بتاع الست. احنا بلاك اند طقم ده. هم دول اللي كسبوا 6-1، وهذا الجيل الرائع الحقيقه. يمكن السنه دي تحديدا نادي الاسماعيلي هو اللي فاز بالدوري، ولكن النادي الاهلي كان واحده من افضل المباريات في تاريخ النادي الاهلي. الكل دائما يتذكر، جمهور النادي الاهلي يتذكر هذه المباراه. عمره ما هينسى، عمره ما هينسى الماتش ده. طبعا في ماتشات كده بتبقى بصمه يعني. احنا على ايامنا ماتش 4-2 اللي هو بتاع الكاس، كاس مصر، والماتش بتاع 4-3 كمان بتاع ابو تريكه وسامع حسني هم الثلاث ماتشات دول حقيقه ماتشات كبيره. هو النادي الاهلي طبعا جمهوره مش هينسى. والله انا فاكر ماتش حلو برضه عشان لعبته. نعم فاكر ماتش حلو عايز اقوله برضه. اتفضل. اهلي وزمالك افتكر كان كل الماتشات ده النادي الاهلي كان واخد بطوله افريقيا، نادي الزمالك كان واخد بطوله افريقيا، والاثنين اول ماتش يلعبوه بعد ما كسبوا البطولتين. بطوله افريقيا دي يعني كان واحده كاس واحده واحده كاس واحده دوري، ما دي اللي كانت ايامنا الابيض واسود. لعبنا عشان نطلع بطل الابطال وقتها، كسبنا 1-0 بجون علاء ميهوب. اللي انا لعبت ده في سايس، كابتن سايس. هو ده الماتش ده؟ الماتش ده 1-0. ده اللي انا مسكت فيه عادل مأمور وعلاء واخدها من طيب كل ورا عادل مأمور جري ورايا. كل واحد بيفتكر عشان انا حجزته ان هو يروح لعلاء يعني. انا بس انا ما عملتلوش حاجه شرعية. انا بطريقه شرعيه سنتر فيلد بلعب وقفت قدامه، فهو بقى ما فكر كان علاء نط حطها في الكورة. عموما الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين. دايما بنحب نذكر جمهور النادي الاهلي بهذه الذكرى الغاليه جدا على قلوب كل الاهلاويه. مباراه 6-1 مباراه لن ينساها جمهور النادي الاهلي، وايضا لن ينساها جمهور نادي الزمالك. ولكن انا ماليش علاقه الحقيقه بجمهور، انا ليا علاقه بجمهور النادي الاهلي، وعايز ابسط الحقيقه جمهور النادي الاهلي. فكل سنه وانتم طيبين، ودايما متذكرين، ودايما سعداء، ودايما يظل النادي الاهلي فوق الجميع. انتظرونا غدا ان شاء الله في مباراه مهمه جدا جدا جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي انبي. هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 9 ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر على وجود حضرتك وصحتك طيب. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجود حضرتك معانا وصحتك طيب. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجود حضرتك معانا. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 9 ليلا طبعا، وحلقه جديده من ملعب